من القلب تحية لكل المشاهدين. نجتمع الليلة نحن وياكم من قلبنا لنساعد نيبال. نيبال بنت 23 سنة، البنت الحلوة اللي ضحكتها ما بتفارق وجهها، البنت اللي ما بتخليك تعرف إنها مريضة. بس تحت الضحكة في وجع كتير مخبى، في عذاب عمره 23 سنة. كلنا منتنفس، تعودنا نتنفس، منعرف نتنفس، ما بتفرق. ولا مرة فكرنا شو يعني إنه نتنفس أو ما نقدر نتنفس وشو قيمة هالنعمة. بس نيبال ما بتعرفها. صح، من قلبها بتضحك، من قلبها بتحب، من قلبها بتآمن، بس مش من كل قلبها فيها تتنفس ولا من كل رواييها. ورواييها بيخونوها كل مرة بتجرب تعمل هيدا الشيء. بس هي قوية وما خانت أهلها. تحدت الرواية، تحدت الطب، تحدت الأطباء والعالم، تحدت الدواء وتحدت جسمها. كذبتهم مع أنهم قالوا أنه اللي بيحمل هيدا المرض ما بيكفي. إيمانها بالله وبشفيعها القديس شربل بيخلوها تتخطى كل الوجع والعذاب، تتخطى ليالي الألم الطويلة اللي وحدها صارت تعرف نيبال، واللي خاوته وصارت كاتمة أسرارها. نيبال اللي موجودة بمستشفى أوتيل ديو من شهرين ما فارقتها، بتعاني من مرض اسمه التليف الكيسي الرئوي. نيبال ما بتعرف شو يعني لعب من هي وصغيرة، أكلت كتير ما بتعرف طعمتها، واليوم معنا ومعكن بتحلم بأمل. أمل أنه تكون بنت مثلها مثل غيرها، تاكل، تعيش، تتنفس، تحب، تلبس الأبيض بيوم من الأيام وتكون أم. نيبال عم تسمعيني؟ بعرف. مين أنت نيبال؟ كيف بتعرفي عن حالك؟ تفضلي، شو بتقولي للمشاهدين؟ أنا نيبال، عمري 23 سنة، بعاني من مرض قليل الناس بلبنان بيعرفوه، اسمه سيستيك فايبروسيس، بيخلق مع الولد من أول ما بيتكون. بقضي كتير أيام بالمستشفى لأنه الرواية عندي ما بقى عم بيشتغلوا. وصلت لمرحلة صعبة كتير ومنه هين أبداً، ولازم أخضع لعملية كتير خطيرة وصعبة، ولازم سافر على فرنسا وكلفتها 300,000 يورو. نيبال، طبعا المشاهدين سمعوك ونحن سمعناك، حلقتنا رح تبلش هلا. الزملاء بغرفه الاتصالات صاروا جاهزين وبلشوا يتلقوا اتصالاتكم. ارقام الهاتف موجوده باسفل الشاشه، عم تمروا قدامكم كل شوي. وطبعا صار فيكم تبلشوا تتصلوا وتتبرعوا لنساعد نيبال. مثل ما ذكرت انه كلفه العمليه 300,000 يورو، ونحن معنا الا ساعتين من الوقت لنجمع هالمبلغ الكبير لحتى تقدر نيبال تتنفس وتسافر وما نخلي الوقت يدهمنا. وفاء، كيف تركت نيبال وانت ما فيك تتركيها ولا مرة؟ نحن جبرناكي صح؟ لأول مرة بترك نيبال لما بتكون بالمستشفى، بس انت بتعرفي انه انا مضطرة اتركها رغم انه يمكن قلبي عم بيغلي انه انا بعيدة عنها. شو الرسالة اللي بدك توجهيها اليوم؟ أتمنى إنه بنتي تعيش، تقدر تتنفس طبيعي، مش مثل ما عم تتنفس هلأ. إن شاء الله ونحن موجودين كلنا والمشاهدين كمان عم يسمعونا. رح ننتقل لغرفة الاتصالات لأبدأ أول مداخلة مع الزميل يزبك وهبي. يزبك، بعرف انه انت بتصر نهار الجمعه العظيمه تحديدا انه تكون معنا باي تيليتون نعمله كرمال نجمع تبرعات، واليوم اصريت تكون معنا رغم انك مريض سلامتك وانك مشغول. بدايه، انت رفقت سيرجيو، رفقت ديامان، ورفقت الكل، شو فرق معك اليوم مع نيبال وشو بتقلها؟ بصراحة نحن شفنا مدى هالأسبوع، يعني نيبال رفقناها من سبت الماضي بما شرب لليوم. نيبال بتحمل الكثير من الإيمان، الكثير من الأمل، والكثير من الألم. نحن اليوم ما فينا إلا ندعي الناس يكونوا حدا
ويكونوا حدها ويدعموها. إن شاء الله يعني الله يسمع منك يزبك، دموعك غالين علينا. هذه هي نبال اللي كلنا ناطرين كنا نشوفها، واللي هي ناطرة محبتنا، ناطرة أنه بعد ساعتين نخبرها أنه المبلغ تأمن وأنه هي صار فيها تسافر على باري. آخر مرة التقينا هون من 5 شهور كرمال قضيتنا دياما. دياما البنت اللي جمعنا لها المبلغ اللي كان 200,000 يورو لا تتعالج، ولكن جسمها صغير ما ساعدها، هالقد الوجع كان أقوى منا ودياما فرقتنا. تفاصيل منشوفها بهالتقرير. التقينا مرات عديدة بهالمكان حتى نحكي باسم أطفال كتار بحاجة لدعمنا ومحبتنا. شهدنا على وجعهم، صلينا لهم، وتضامننا حتى نكتب لهم سوا عمر جديد. من سنتين نعم طلة تعرفنا عليه بالمستشفى، بيعاني من مرض السرطان، ومن بعد حلقة من القلب خضع لعملية زراعة نقي العظم وكانت كلفتها 250,000 يورو. نعم طلة اليوم رجع على لبنان وبروح على المدرسة مثل كل الولاد. ليلة آلام المسيح السنة الماضية سمعنا قصة سيرجيو، والمحبين كانوا كتار، ساعدوه حتى يخضع لعملية زراعة نقي العظم بإيطاليا، ولغاية اليوم سيرجيو بعده بروما عم يتلقى العلاج المطلوب، وقريباً منشوفه بيناتنا. بحب روح إيطاليا بتعمل بطل محرورة وموجوعة. هيدي ديامون هالملك الصغير اللي سمعنا منه كلام مش ممكن ننسي. أنا بدي روح على الأوبيتال مشان صح وجع البيت كون بطلت لا فخنة ولا شيء. وجع، دموع وآلام ما بتفرقها، قس علي المرض وغلب جسمها الصغير، غدرتنا قبل ما يتحقق حلمها وتطلع بالطيارة. الحزن كان كبير، ولكن بإصرار أهلها باسكال ورندلا وقرارهم بتحويل الحزن لفرح، المبلغ الكامل اللي انجمع لدياما تحول لطفل تاني، ليوناردو، عمره 1.5 سنة، حامل نفس المرض، وبمحبتهم وعطائهم الكبير قرروا يكتبوا له عمر جديد. دياما ملك عند ربنا بالسما، وهي رح تكون مرفقته لليوناردو. تحط إيدها مع الحكمة ويعملوا يعني. هي كان حلمة تعمل حكيمة أطفال، عم تحقق حلمة. دياما ملكنا الصغير بصلاطة من فوق رفقت ليوناردو على إيطاليا حتى يخضع لعمليته، على أمل نطمن عليه قريبا. هالقد فعل العطاء كبير، هالقد فرصة الحياة تمينة، وهالقد فينا نحب وكل واحد منا بيشعر بغيره. إذن هالملك الموجود بالسما دياما اللي عم بتشوفنا منطمنة ومنطمن كل اللي سألوا عن ليوناردو أنه هو بصحة جيدة، ونحن طبعا عم نتابع حالته وعم نطمن عليه أسبوعيا. راح أنتقل للزميلة رنيم بوخزام الموجودة بغرفة الاتصالات. رنيم، أنت رفقتي دياما وحالتها، رفقتيها حتى هي وعم تضب الشنطة لتسافر، وطبعا رفقتي عملية انتقال المبلغ من دياما لليوناردو. رنيم، شو بتخبرينا عن هالمرحلة من وقت ما تعرفتي على دياما لحد ما فرقتنا؟ يمكن أصعب مرحلة اللي تبعتها مع من القلب ومع كل المرضى اللي فاتوا على بروجرام من القلب ومنهم شفيوا ومنهم بعدهم عم يتعالجوا، كانت دياما، لأنه دياما تعرفنا عليها بشكل شخصي كتير قوي. كنا عم نصور مع دياما، كنا عم نتعاطى معها، كنت عم صور وقت كانت عم بتضب غراضة لحتى تسافر، وكيف كانت مبسوطة وعم تخبرني أنه أخذي ألعابها معها. جمال اليوم صارت ملك بالسما، بس في شغلة ريمي كتير أثرت فيي، خاصة بباسكال ورندا لأهلها لجمال. يعني على الرغم من خسارتهم الكبيرة ما بتصدقي كيف كان إصرارهم ليتعرفوا على ليوناردو ويشوفوا الأمل اللي راح من بنتهم يعطوه لطفل تاني. نعم. وكيف عم ينعطى لغيرهم، وكيف كانوا عم يتفاعلوا معه بحريصة وعم يحملوه ويبوسوه. يعني تحية كتير كبيرة لألهم، يعني ما بتخيل كيف قادرين كانوا يقوموا بهيدا الشيء، بس تحية وبحترم الشيء اللي عملوه. نعم رنيم، نحن رح نرجع لعندك بعد شوي، ولكن بدي أرجع أنتقل لعند قضيتنا وقصتنا اليوم. نبال بعدك معنا. نبال، شو بتخبرينا، كيف بتخبري المشاهدين عن حالك، شو بتحسي؟
أول شيء اللي أنا عم بمرق فيه هلأ منه شيء هين أبداً، يعني وجع مش طبيعي، وجع تعودت عليه، صار مثل جزء من حياتي بس ما عم بقدر أتأقلم معه، لأنه بحس أيام مثل سكاكين جوا عم تخزقني، ما حدا بيقدر يتأقلم مع الوجع. نبال، نحن منعرف أنه نبيش الأكسجين ما بيفارقك ولا لحظة، ومثل ما عم تحكي عن الوجع يمكن هذا الوجع اللي حكيت عنه بالبداية واللي مخبى جوا واللي بتخفيه تحت الابتسامة، كيف تقدري تخفي كل هالوجع تحت الابتسامة وما بضلك تبتسمي وبتخلي حدا يعرف شو في جواتك؟ من وين جاي بهيدي القوة؟ ضل ابتسم لأنه بحب الحياة، بحب عيش، عندي إيمانة بقوينة على طول. ريمي، أنا بعرف أنه هيدي الحلقة مخصصة كلها لإلي، بس بدي أهديها لأمي اللي موجودة حدك هلأ، اللي هي مرافقتني من أنا وصغيرة ولا مرة تركتنا. هي البطلة اللي نسيت حالها كرمالي ونسيت كيف بتعيش كرمالي. بدي اقول لها ماما وفاء انا كثير بحبك، وانا لولاكي ما كنت وصلت لهون لهذا العمر. وما كان عندي امل ببكره، وانت مقويتيني وبعتذر عن كل اللحظات تعبتك فيهم بحياتك. وفاء، بعرف انه دموع لنبال غاليين عليكي، كم مرة قلتي يا ريتني محلك يا بنتي؟ أنا أم بعرف وأنت أم كمان، كم مرة قلتي لهيدي الجملة؟ كثير، كل دقيقة، كل يوم، كل ليلة. يمكن أوقات ما بقول لها إياها لإلها، بس بيني وبين حالي بقول يا ريت أنا مش هي. وضعتي كل عائلتك على جنب لحتى تكوني مع نبال ساعة اللي بتطلبي، كيف قدرتي تخلي عائلتك على جنب وتفصلي حالك عنها لتكوني مع نبال كل الوقت ساعة اللي بتطلبك؟ إخواتها قدروا الوضع، عرفوا وضع شو هو وتقبلوا. أهملتهم كثير، أهملت إخواتها، أهملت بيتي، أهملت حياتي، بس ما فيني فرقة، ما فيني أبعد عنها. رح أنا وياك وفاء والمشاهدين نستمع لطبيب المعالج لنبال اللي هو مرافقة من أول لحظة من وقت ما خلقت، هي حاملة هذا المرض بإيد وحياتها بإيد، ومن أول نفس هي عم بتعاني هذا المرض اللي حامله بغادرنا بكير، ولكن نبال هي الأكبر بلبنان من ناحية العمر. شرح مفصل عن هذا المرض مع الدكتور المعالج لنبال دكتور جورج خياط. في مشاهد من طفولتي ما بنساها أبداً، كنت عطول أسأل أمي ليه أنا هيك؟ ليه هالقد باخد أدوية؟ ممنوع كنت ألعب إلا ما تكون أنية الأكسجين مرافقتني تقدر أتنفس. مرض الميكوفيسيدوز أو سيستيك فايبروزيس بالإنجليزي هو مرض منتقل وراثي، هالجين بيعطي غلط بتركيبة الإفرازات اللي بتصير بالجسم بشكل أساسي بالرئة. بقى الإفرازات هيدي عند المريض المصاب بمرض الميكوفيسيدوز ما بتعود تنظف الرواية مظبوط، هالشي بيسبب التهابات بالرئة بشكل دوري. هالالتهاب بيصير يجي ويرجع يجي ويرجع يجي، ومع الوقت بتصير الرئة هنقول تهتري ووظيفتها بتضعف، وهذا الشي بيودي للموت. يعني إذا ضل المرض عم يتفاعل، وهو مبدئياً بده يضل يتفاعل لأن ما له حل جذري. نبال خلقت مع المشكلة ومع العناية اللي صارت قدرت تتعايش مع المرض. كنت شوف غيري عم بياكل أكل أنا ما بعرف طعمته، أسأل شو هيدا؟ قالوا لي أنت ما لازم تاكلي هيدا اللي هن عم ياكلوه، أنت عندك أكل معين لازم تاكليه وما تتطلعي بغيرك. هلأ صار عمري 23 سنة، تعودت على الوجع اللي رافقني من طفولتي لهلأ،
هي من سنتين تقريبا بلشت شوف انه بلش الاكسجين يضعف، اللي بلشنا نفكر ونحكي معها بقصة العملية، لانه هذا الحل الوحيد عند الشخص اللي يوصل لوضع رويه صارت مهرية خالص، ما بقى عم تشتغل، ما بقى عم تأمن الاكسجين اللي هي الوظيفة الاولى للرئة. الحل الوحيد انه واحد يزرع رئة. المريض اللي بنقترح عليه زرع رئة ندرس نفسيته بالأول، يعني المريض اللي نفسيته منا مثل نضال، يعني منا نفسية مرحة خلينا نقول، ما عنده إرادة إنه يواجه هالقصة، هذا شخص إجمالا ما بيقبلوا يعملوا له عملية من هالنوع. قوتي عطول بخدم أول شيء من إيماني، فضل أكيد ليسوع اللي ما بحياته ترك حدا، وأكيد لأهلي وأمي خاصة ما تركتنا ولا دقيقة، وكل المحيط اللي حوالي اللي عم بيساعدوني إنه ضل قوية ومتكمشة بهالحياة. أنا نيبال بحب الحياة، ما رح استسلم أبداً، رح قاوم هذا المرض. سمعنا لنيبال ولا دكتور خياط. دكتور خياط، أنت تعرفت على نيبال بعمر 7 سنين، بداية الداهد العملية خطرة، وهو معروف أن هي من أصعب العمليات بعلم الطب. عملية خطرة أكيد، لا في خطورة مباشرة، في خطورة مباشرة بتصير بوقت العملية، وبعدين في خطورة تانية بتصير بأول سنة من بعد العملية. خلينا نقول إنه ربع المرضى اللي بيعملوا هالعملية ما بينجوا منها بأول سنة، يعني في 3/4 المرضى بيعيشوا سنة، وبعدين بيصير في إمكانية حياة لل10 سنين، نص المرضى بيعيشوا 10 سنين والنص الباقي بيتوفى. هلا أكيد في مرضى بيعيشوا كمان 15 و17 و18، بس هيدي شغلة بتصير حسب كل واحد ككل مريض، بس بشكل عام الخطورة المباشرة خلينا نقول 25%. اليوم بحالة نيبال هي وصلت لمرحلة متقدمة، العملية صارت كتير ضرورية، صح؟ مزبوط. هي أساساً العملية ما بنتفكر فيها إلا لما بيصير المريض متقدم كتير، لأنه عملية خطرة، ما فينا نجي نحمل المريض خطر عملية من هالنوع إذا هو مشكلته منا خطرة كفاية. ونيبال صار لها خلينا نقول بحدود السن، بين السنة والسنتين الوضع عم بيتدهور وعم ترجع لورا بشكل نسبيا سريع، خصوصا اخر كم شهر. نعم دكتور، خليني اذكر المشاهدين انه صار مارق من وقتنا حوالي 10 دقائق، المبلغ هو كثير كبير، مبلغ 300,000 يورو. بدي اطلب من الجميع انه طبعا عم نتلقى الاتصالات، ولكن مزيد من الاتصالات لنساعد نيبال اللي عايزه فرصه بالحياه لحتى ترجع تعيش مثل غيرها، بحاجه لاتصالاتكم لدعمكم وين ما كنتوا بلبنان وبالعالم. 300,000 يورو رقم منه صغير، معنا ساعتين من الوقت لنقدر نجمعه، ما بدنا الوقت همنا، لانه نيبال ناطره انه باخر الحلقه نخبرها انه هي رح تسافر على فرنسا ورح تتلقى العلاج المطلوب. الزملاء بغرفه الاتصالات حاضرين لتلقي اتصالاتكم بكل وقت، نحن باقيين معكم للصبح. بدي اطلب من الجميع، من كل اللي عم يحضرونا، انه يساعدونا ويساعدوا نيبال ويدعموها طبعا لحتى تحقق هالحلم. دكتور، ليه ما انعملت العمليه بلبنان؟ لأنه لعدة أسباب. أولاً مش عم بتصير بلبنان، لأنه مش لأنه تقنياً صعبة، بس لأنه في حاجة لكتير فحوصات تكميلية، في حاجة لمتابعة، وما في خبرة كافية بلبنان، يعني ما حدا عنده خبرة كافية بزرع الرئة تيقدر يتابع هيك مريض. العملية بحد ذاتها بتنعمل، بس مش العملية، بدك يكون فيش يعني يكون في كل الستراكشر خلينا نقول بلبنان، انه الناس بدها تعطي رئه، الناس بدها تتلقى رئه، محافظه الرئه وكل متابعه المريض اللي هي شغله كثير معقده وفي كثير صعوبه انه تنعمل بشكل مقبول بلبنان. مش مهم نعمل عمليه ونقول انه عملنا عمليه، المهم تنعمل وتنعمل بشكل مقبول ومثل ما لازم. نيبال، قد ايه انت مؤمنه انه عمليتك حتنجح؟ إنه أكيد رح تنجح، لأنه ما بقى عندي أمل غيرها تقدر أعيش وكفي حياتي،
هلا اكيد صعبه وخطيره كثير وفيها وجع، رح اتحمله لانه بدي اعيش. نعم نيبال، مشاهدينا انتم امل لنيبال. نيبال ناطره اتصالاتكم، نحن ناطرين اتصالاتكم، هي ناطره دعمكم وناطره انه باخر هالحلقه بهالنهار ليله الجمعه العظيمه انه نكون جمعنا المبلغ المطلوب 300,000 يورو. برجع بذكر المشاهدين انه هيدا الرقم، هيدا المبلغ منه هين. الزملاء مكفيين بغرفه الاتصالات وعم يتلقوا اتصالاتكم على الارقام، بذكركم انها عم تمرق تباعا وخلال الحلقه باسفل الشاشه. راح نجرب ننتقل لغرفه الاتصالات لنشوف الجو، وضع الاتصالات، المتصلين، التبرعات، وراح انتقل اذا بقدر ما بعرف لعند الزميلة ليا فياض. ليا إيه؟ نعم ريمي. ليا يعني 10 دقائق مرقوا من وقت حلقتنا لهلا، كيف وضع الاتصالات وشو عم بيكون تعليق الناس؟ ريمي أول شيء بدي أقول لك إنه المبلغ صحيح كبير، يعني 300,000 يورو، 327,000 دولار، مبلغ منه هين، بس الاتصالات يعني كثيرة، بس في كثير ناس عم بيقولوا إنه معلي نحن مبالغنا صغيرة وهيك. أنا بدي أقول إنه مبلغ ورا مبلغ، يعني ما في شيء مستحيل، نقدر إن شاء الله نحقق الهدف. بدي أوجه بليز نداء لكل الاقتصاديين، كل رجال الأعمال، كل الناس يلي قادر، الناس اللي بنحكي عنها بالاخبار، بليز اتكلنا الكبير عليكم انتم، يعني وان شاء الله بنقدر نوصل نحن للهدف. ليا خليني اقول انه لحد هلا ما معنا الا 20,000 دولار من 300,000 يورو، بقى كمان انا بدوري بدي علي صوتي ووجه رساله من اول وجديد، وشد على ايدك وقول لكل الاقتصاديين والسياسيين المسؤولين، كل اللي عم يسمعونا، انه يساعدونا ويساعدوا نيبال. رح ارجع انتقل ايضا لعند جيتا ايامي. جيتا ريمي، أنا اللي بدي أقوله أنه الناس عم بتساعد. أنا بدي أشكر كل شخص عم بتلفن من لبنان ومن خارج لبنان، في اتصالات كثير من خارج لبنان. صحيح نيبال بدها أكسجين، يعني ما حدا منا في يعيش بلا أكسجين، كثير مهم نساعدها حتى تعيش، لأنه مع كل قرش عم ندفعه بهاليوم المبارك عم نشارك لحتى نساهم تعيش بنت تسهل تعيش مثلنا كلنا. وحرام حرام حدا ما يقدر يعيش لأنه ما في أموال كافية لحتى يعمل العملية. مشان هيك أنا بوجه رسالة للكل من القلب لحتى نساعد نيبال، لأنه بتستحق الحياة مثل ما كلنا بنحب الحياة. شكرا جيتا. بدي أشكر أيضا دكتور خياط على وجوده معنا وعلى وقوفه حد نيبال، وخاصة أنه أنت الوسيط اللي كنت لحتى نقدر نوصل إن الله راد نيبال إلى فرنسا. قصة نيبال انتشرت عبر المواقع التواصل الاجتماعي، لسيما عبر ويب سايت الـ LBC اللي ساهم أنه تنتشر القصة بأكبر قدر ممكن عند كل العالم. كل العالم كيف سمعوا قصة نيبال؟ منتابع سوا بهالروبورتاج. بونجور، انا جاسي ميشيل من ويب سايت LBC. احنا بدنا نكتب موضوع على ويب سايت LBC كرمال نخبر العالم اكثر عن الحاله تبعك، نعرفهم عليك ونعرفهم كمان على هيدا المرض للاشخاص، يعني كثير قليل الاشخاص اللي بيعرفوا عنه. فيك تخبرينا عن يوم بحياتك؟ من اول ما اوعى اكيد عندي دواء ادويه بالاحرى، لازم اعمل تريتمون هو فيزيوثيرابي تظهر كل شيء وارتاح اقدر اتنفس احسن شوي. باكل كمان بنص الاكل وقبل الاكل في عندي ادويه، في عندي 3 ايروسولات ورا بعضهم. بتعملي اشياء كثير بتاعه معينه، بتطلع على الايباد، بتقري، شو الاشياء اللي فيك تعمليها او بتعمليها؟ هلا كافور بطل فينا اعمل شيء، يعني اللي عم بقدر اعمله هلا اقرا وفوت سايتات و أنا هلأ واقفة عم مفترق طرق، صعب كتير إنه يا بعمل العملية يا أكيد ما رح يكون في شيء قدامي. 23 سنة، يعني حابة إنه أوصل وكمل أكتر، أوصل لأكتر من 23 سنة، غير هذه العملية ما رح توصل. جاسيب وحبيب اللي هي مسؤولة الويب سايت، ويب سايت LBCI، يعني كيف كان اللقاء مع نيبال وشو تغير قبل ما تعرفت عليها وبعد ما تعرفت عليها؟ قصة نيبال لقيت مثل نجاح كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الإلكتروني، كتير تفاعلوا العالم معها بشكل فاجأنا نحن كأشخاص معودين كل يوم نكتب قصص ونخبر عن شو عم بيصير بالبلد. شو صار معكم بقصة نيبال؟
أول شيء وقت حطينا الخبر بشكل كتير سريع طلعوا الفيوز من صفر إذا بدك لعشرين ألف بفرد نهار، وهلأ اليوم وصلوا تقريباً للخمسة وثلاثين ألف على هالقصة. كومنتس كانوا عم يوصلوا 500 كومنتس يعني بظرف 10 دقايق ولا 20 دقيقة. العالم كلها عم بتقول الله يشفيك نيبال ونحن معك، ونحن أطلقنا هاشتاج للعالم يلي منهم قادرين يساعدوا نيبال مادياً فيهم يساعدوها معنوياً، وتتويت عبر هاشتاج pray for نيبال. عم نشوفه بأسفل الشاشة نحن جاسين. صح صح. وخليني أخبركم أنه يلي ما عم بيعلق معه الخط ويقدر يتصل بال LBC في فوت على موقعنا الإلكتروني lbcgroup.tv/donate. فيكم تشوفوا كمان كتير هينة من القلب، هيدا هو الموقع الإلكتروني، بيكبسوا التبرع هنا. نحن حاطين تفاصيل الأرقام اللي فيهم يتصلوا عليها، الإيميل اللي فيهم يبعتون عليه، أو في مثل كمان مثل application form فيهم يعبوا الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف والمبلغ، وفريق من القلب بيرجع بيتصل فيهم. نعم، يعني مشاهدينا مثل ما شفتوا طرق عديدة لحتى نساعد نيبال، اتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نيبال بدي أرجع لعندك، أنت شو تغير بحياتك بعد ما انتشرت قصتك وبعد هيدا الدعم الإعلامي اللي تلقيتي؟ بقضي كتير أيام بالمستشفى، أيام بقعد شهرين كرمال أخذ العلاج، بس هالمرة كانت غير عن كل المرات. حسيت قصص كتير تغيرت، في ناس كتير عم بتصلي لي، عم تدعي لي، عم بيفكروا فيي، في كتير أشخاص أنا وبالمستشفى وإعلامية زاروني بغرفتي وعطونا الدعم. ولما زارتني فاطمة عبد الله وكتبت موضوع عني بجريدة النهار، بلحظة صاروا كل مواقع التواصل الاجتماعي عم بيرددوا قصتي. يعني هذا الشيء عطاني دعم، وحسيت قديه في عالم بتحبني وقديه عم بتصلي لي، وهذا حسسني بمسؤولية أكتر. يعني حسيت إنه كرمال هيدا الناس اللي بتحبني إنه أنا لازم أرجع ولازم أعيش. ونحن منحبك ونحن معيك، وكل الناس اللي عم بيشوفوك بيحبوك ورح يساعدوك، ونحن متفائلين مثل ما انت بتحبي الحياة انه انت وانه نحن رح نقدر نجمع هذا المبلغ المطلوب لحتى ترجعي مثل ما انت بتتمني. بدي اشكر هون الصحفية فاطمة العبد الله بجريدة النهار اللي اضاءت على وضع نيبال اكثر بمقال نشرته ب 11 اذار 2015 بعنوان نيبال بين الحياة والموت، ابنة 23 عاما من ينقذها. وطبعا من خلال هذا المقال انتشرت قصة نيبال أكثر وأكثر تفاصيل من تبعها بها تقرير. ليلى عم تذكر سوا أكبر فعل حب الإنسانية، وهو لما يسوع فتح إيديه على الصليب وقالنا هالقد أنا بحبكم، وأسلم الروح عنا وعن كل البشرية. يوم نهار مميز إليك ولقلنا كلنا. بدي أرجع أنا وياك لأول فترة اكتشفت فيها أنه أنت عندك هيدي المشكلة يلي مش كل العالم عندهم اياها، يعني انت مميزه من خلال هالشغله. بتتذكري انت وصغيره؟ اول شيء كانت كثير صعبه، وحتى ضلني اسال اهلي وامي انه شو انا، ليه هيك وليه على طول هالقد بدي اخذ ادويه، بس تخطيتها. كيف بتعصبي؟ كيف بتزعلي؟ كيف بتحسي انه لا انا عم قاوم الحياه وهالقد عبالي اعيش؟ كنت عم بمرق بمرحله كثير عم بكون معصبه وديبرسيون، وبحس حالي انه خلص عم بوصل لطريق مسكر وكل شيء مسكر بوجهي. بتحسي بضيق نفسك اكثر؟ ايه اكيد كثير بضيق نفسي اكثر، انه انا وكون عادي وضيق نفسي على الستريس زياده. عارفه انت انه لما تسافري لهونيك شو البروسيدور اللي بده يصير وشو الخبريه يلي انت ناطره انها تصير لحتى انت تعيشي؟ هي الصراحه انه شغله منا هينه، لانه تا انا اكون مبسوطه وعايشه كفي حياتي في شخص بالمقابل بده يموت. هذا صعب، حدا بده يحزن، حدا بده يفرح، بس هذه هي الحياة بدها تكفي. مثل ما يسوع المسيح غلب الموت، نيبال غالب الموت بالحياة. هالقد صليبة ساكتة عليه وحملته بوجعها وبفرحها. فأنا وياكم بدي صلي لنيبال ضروري إنه ما نشوف بس الابتسامة يلي على وجهها، نشوف أبعد من هيك، نشوف الوجع يلي برواياها يلي مش موجودين أصلاً. وما نبخل، لأنه رب الحب رب الحياة ما بخل علينا.
والله عليكي عم تضحكي وجهك مثل القمر. وشو الوضع؟ خيفانة قلقانة؟ مثل ما بتعرف انه عندي الترانسبلانتاسيون بفرنسا، وهلا لانه الرواية ابدا ما مش ماشيين ابدا، بشتغلوا بس 28%، واذا ما عملت العملية انا ما يعني ما في شيء قدامي حتسكر. العملية خطرة مثل ما عرفتوا، دقيقة ما هيك؟ يعني هي كعملية كلها انه فيها نسبة نجاح كبيرة، بس بذات الوقت نسبة خطورتها دغري انه خطر موت. معقول كثير ما تنجح، يمكن جسمي يرفض الرواية او معود بعدين بس اوعى ما اتقبل وما اتنفس، بس هذا بتركه لربي. انا كثير انبسطت تعرفت عليكي، ورح روح وخبر عنك واكتب عن قصتك وعن حكايتك. اليوم نحن بزمن الجمعة العظيمة وبعد شوية القيامة، وكل الأديان السماوية بتدعي للعطاء وبتدعي بإيمان كبير لنساعد خينا الإنسان، فلا تكون نبال وحدة من هالفرحة فرحة العيد، لازم كلنا نقف حدها، نحط إيدنا بإيدها وخليها تعبر إلى زمن القيامة. بهالليلة العظيمة بمعانيها نبال دقت بواب كل الناس، فعلى القليل نفتح لها. كتير بيخطر ببالي نبال لما تسمعي حدا انتحر، شو بتفكري؟ شو بتقولي عنه؟ ما فيني اقول غير انه انسان ضعيف، لانه قرر يستسلم، ومش هو اللي بيحدد اي متى بيموت، ربنا هو اللي بيحدد. بلحظات الصعوبه اوقات هيك بنقول نحن لله يا رب خدني لارتاح، بتقوليها شي مره وبترجعي بتعتذري من الله ولا لا؟ بده يخدني على طول، بطلب منه انه يساعدني تأرتاح. كنت عطول أسأله ليه أنا أضعف كتير، بس في شيء بيرجع بيشيلني من هذا الأحباط، بيرجع بيعليني لفوق. تبكي؟ ببكي كتير، لأنه بحس أيام أنه الحمل اللي أنا حملته صار أتقل منه. بتخافي من الموت؟ ما في حدا ما بيخاف من الموت. في أشخاص قبلي معهم ذات الملادية توفوا، صرت أقول أنه طب أنا جايين الدور، يعني مثلهم حاملة هذا المرض، وهالمرض رح يتطور أكتر وأكتر ويتقدم، بس اتكالها على الله كبير. مش حابة نبال تعبك أكتر، بس هيك حشرية مني نحن بس يصير معنا أي شيء بنصير نقفط ونلفط وقف ونقطع نفسي وبدي أكسجين وهيك، أنت عايشة مع الأكسجين، لما تعبي شو بتحسي بدك؟ لما عصب بحس إنه لأ بدي رواية وتنفس طبيعي، ما بدي أكسجين. كل شخص منلتقى فيه شو ما كان عمره شو ما كان وضعه منتعلم منه. صراحة نبال بهالليلة تعرفنا عليها وشفنا هالصبية بأحلامها الحلوة، فمش كتير علينا أبداً نكون حدا بهيك ظرف وبهالليلة العظيمة بالذات. شو هي التضحية اللي ممكن نحنا نقوم فيها ونقارنها بتضحية يسوع المسيح على خشبة الصليب؟ صبية ما فيها تموت لأنه ما انعطاها شانس إنه تعيش. هاي ما كنت متوقعة لما جيت عند نبال إنه تكون بنت هالقد مهضومة وهالقد بتحب الحياة وهالقد عندها إيمان. ضحكتي كتير حلوة. نبال كانوا عم بخبروني شوي إنه أنت تقريباً عم بتعيش بالمستشفى أكثر من البيت. من أنا وصغيرة لهلأ، يعني يمكن صاروا آلاف المرات اللي عم بفوت فيها،
أول شيء كنت ببلش إنه فوت مستحية أقعد على زنب ما أحكي حدا، بعدين عكترتهم وبلشت أكبر صرت حس إنه هون بيت مش فوق. وقت عم بتكوني بالمستشفى كل الوقت عم بتشوفي كل العالم عم بفوتوا لعندك، قديش صرت تعرفي يمكن قيمة الحياة للعالم كتير ما بيعرفوا يقدروها برا؟ كمريضة بدي أعمل كل شيء، بدي أوصل لكل شيء، لأنه ما بعرف أي مطب معقول فل من هون، بس بدي أكون عاملة كل شيء. شو أكتر شيء عبالك تعملي إذا ما عاد في مستشفى؟ عملنا العملية وصحينا، شو أكتر شيء عبالك تعملي؟ أول شيء بحب شوف حالي بالأبيض عم بتكلل وأسس عائلة، وأكيد حلمي إنه كفي كمان جماعتي. نبال عندها أمل أكتر من حيلا إنسان عايش حياة عادية. نبال أكتر وحدة بتعرف شو بدها بالحياة. نبال بنت لازم تعيش. ميرسي كتير إنه كان عندي الشانس أتعرف عليك. بونجور نبال، سلامة قلبي. ميرسي، الله يسلمك. أنا اسمي وردي. تشرفنا. تسمعيني على الراديو؟ ايه. نحن اليوم الجمعة الحزينة، بتقيمني بالقيامة؟ أكيد، هيدا القيامة كانت لصالحنا، لصالح البشرية ككل. كل شفاء عم بيصير لمريض هي قيامة بحد ذاتها. سلامة قلبك نبال، عم بتعلم منك أنا كتير أشياء صدقيني، لأنه ما حلو الأشياء ناخدها عالهين. في ناس بيخلقوا ملعقة الذهب بتمهم، في ناس بيخلقوا ملعقة الدواء بتمهم. شو رأيك بهالمعادلة؟ أنت والدواء صرتوا أصحاب؟ دواء وسيلة تساعدني أوقف، تساعدني إنه روق شوي. أي دواء بتحبي مثلاً أنت شخصياً تخترعيه؟ بدي اخترع علاج يوصل لكل شخص حامله ويلغي له المرض، يبطل موجود من أساسه. أكيد اللي قادر يساعد، اللي قادر يتبرع هو من أبناء النور، خاصة إذا كان من عمر نبال 23 سنة. هالعمر هو عمر صنع الأحلام، فرجاءً حققوا حلم نبال وخلوا نبال ترجع تحلم بدون وجع وبدون ألم. 90,000 يورو أو 90,000 دولار اللي صرنا مجمعينهم لحد هلأ ما بيكفوا، بعد نحن بحاجة ل 230,000 يورو تقريبا لحتى نكون جمعنا المبلغ المطلوب لتقدر نبال تسافر وتزرع رئتين ليخلوها ترجع تعيش بشكل طبيعي وتتنفس بشكل طبيعي. بدي انتقل على غرفة الاتصالات لحتى أخذ نداء جديد من جوي خوري. جوي، خليك معي بس دكي. بونسوار. بونسوار جوي، كيفك؟ ماشي الحال. عم بتشاركي معنا اليوم بتلاقي الاتصالات من اجل دعم نبال، مزبوط. شو عم بيقولوا العالم؟ شو تعليقات العالم عم بتكون؟ وهل في اتصالات؟ كثافه اتصالات؟ الحمد لله في اتصالات. العالم ثلاث ارباعهم عم بيقولوا انه سامحونا انه المبلغ صغير، وسامحونا انه المبلغ بسيط. بدي اقول لهم انه حتى لو المبلغ صغير، مبلغ صغير فوق مبلغ صغير رح يجمعوا مبلغ كثير كبير. فبليز كلنا نتصل وكلنا نساعد نبال لانه بتستحق، وحتى لو انتم مستحيين لأنه مبلغ صغير، إذا كان رمزي حيعملنا كتير، يعني مبلغ فوق مبلغ بيعملنا. صحيح جوي، أنا كمان بدي أقول أنه لو المبلغ صغير منرجع من المبلغ الصغير بيجمعه لحتى نوصل للرقم اللي نحن بدنا إياه. بدي عزبك بس أنت تعطي الميكرو لسارة لحتى يلا. أيضا نسألها عن الاتصالات والمشاركة، ولتوجه نداء على طريقتها لكل المشاهدين اللبنانيين بلبنان وبخارج لبنان لحتى يساعدوا نبال. على طريقتك كيف بتطلب منهم يساعدوا نبال ويدعموها؟ بونسوار أول شيء، وبدي أقول أنا مرسي لكل هالاتصالات اللي عم تجينا. أنا بدي شجعهم للعالم، كل هالعالم اللي عم تحضرنا، إنه بليز يضلون يتصلوا لأنه هذا الشيء كتير عم يفرح لنا قلبنا. بتصور حتى المبالغ الصغيرة اللي عم تنعطى، في عالم بتدقدق بتقول سوري نحن مبلغ كتير متواضع. ما في مبلغ متواضع، كله قد ما في من قلبه عم بيعطي بيساعد نبال لو المبلغ صغير. مزبوط،
حتى لو مبلغ صغير. فأنا بدي أوجه نداء للكل، لأصحابي، لرفقاتنا من برا، بلاد برا، كلهم قد ما فيهم يكسفوا اتصالاتهم ونحن ناطرينهم على التليفون. شكرا لك ساره وطبعا لجوي، ونحن مكفين معكم بحلقتنا وبتلقي الاتصالات. بدي ارجع انتقل لعند نبال. نبال الاعلاميين كثير زاروها بالمستشفى، هي خبرتهم كثير اشياء. نبال، بعرف انه انت بتحبي ومغرومه، صحيح؟ بدي تخبريني عن الحب اللي بحياتك وعن الفستان الابيض اللي رح تلبسيه. حالة الحب اللي هلأ أنا عايشة فيها يمكن عم تعطيني الأمل تأنا أرجع تقدر كفي حياتي مع الشخص اللي أنا هلأ معه وبحبه. شو بتقولي؟ كان حلمي بحياتي أن كفي حياتي كلها وألبس الأبيض وكفي معه، وهلأ لقيت الشخص المناسب وهو حدي وبوعده أنه رح أرجع وكفي معه. نحن منعرفك قوية وأكيد رح ترجعي وأكيد رح تلبسي الأبيض ورح نشوفك أنت وخطيبك وتحققي كل أحلامك. بعرف أنه في هدى جديد بجانبك كمان لتعطيك جرعة أمل جديدة. بدي أنتقل مرة جديدة على المستشفى أيضا لأسمع من هدى. هدى، على طريقتك كيف بدك تعطيها أمل لنبال، خاصة أنه أنت مرأتي بتجربة سابقة؟ شو بتقولي لها لنبال اليوم بعد هالتجربة اللي مرأتي فيها؟ أول شيء بدي أقول إنه نبال هي بحد ذاتها شخص بيعطي أمل. وصلت لقيتها حاملة المسبحة بإيدها، تسعي تقمر شربل كمان بإيدها، حد منها خطيبة ميشيل يلي مش حيطل على الإعلام لأنه ميشيل عسكري بالجيش اللبناني، بس ميشيل هو متجند يكون حدها بمعركتها حتى ترجع على الحياة، ترجع مثل أي صبية صغيرة بعمرها 23 سنة، المستقبل قدامها، تبني عائلة، تبني أحلام مثل أي بنت تانية. نحن رح نساهم بكل واحد منا من حسب موقعه، قدرته، أفكاره، معنوياته، أنه يساعد نبال أنها ترجع على الحياة وتشق حياتها من جديد وتبني هذا المستقبل اللي بتحلم فيه. أنا بدي أقول لنبال أنه السنة الماضية أنا مثل هالأيام هيدي كنت عم بعمل علاج، الحمد لله صحيت، والأمل يلي كنت عايشته كل يوم والحب اللي أخذته من كل اللي حواليي، من عائلتي، من أصحابي، من شغلي، من المدر اللي أنا بشتغل معهم، من الزملاء، من الناس اللي أنا بحتك معهم كل يوم، من السياسيين يلي بتعاطى معهم بعملي، كل واحد منهم بفكرة، بمعنويات، بمحبة، باتصال، عطيني أمل، خليني أرجع أحب الحياة من جديد يلي أنا مثلا من وراء المرض، من وراء العلاج، من وراء مفاعيل المرض وصلت لمحل كنت رح استسلم وقول أنا خلص ما بقى بدي، بس لا، الحياة بتستحق. وأنا هلأ مثلا بحس حالي كل يوم جديد بحياتي هيدا بوربار من ربنا لازم أفرح فيه. بس أهم شيء الناس اللي بتساعد تحسس انه ايه عم تعطي حياة جديدة لإنسان. انا في كتار عطيوني هالحياة الجديدة وساهموا فيها وبحب يساهموا معي كمان فيها ومع كل مريض انه بيرجع للحياة من جديد، انه نعطيه امل يخليه يتمسك بالحياة، لانه المرض هو مش بس امتحان لصاحبه، المرض هو امتحان لكل الناس اللي حول المريض، لانه كل مريض اللي حواليه بيمرضوا، بيعيشوا المرض، بيعيشوا المعاناة وبيعيشوا الصراع. والمريض كمان مش بس انه بيمرض جسديا، بيمرض نفسيا، بده كمان دوافع تخليه يرجع يحب الحياة من جديد. نبال هلا بحياتها نبال بالمستشفى وانطلاقا من تجربتك، كيف بتصلي على صوت عالي لنبال؟ نبال الله موجود بقلبها وبعيونها وبإرادتها، وأنا متفائلة. الإنسان اللي بيحب الحياة الله معه، والله بيتجلى يمكن ما منحس فيه ما منشوفه، بس هو موجود من كل الناس اللي حوالينا. بكفي أنه حاطت حد منا حب، شخص حبه بوضعه
يعني هيدا معناها الله مطلع عليها بكل تفصيل. وانا بطلب من كل الناس يلي عم يحضرونا، وفي كتار ناس مش قادرين يكونوا عم يحضرونا هلا لانه عم بيشاركوا بسياحات درب الصليب، نعم. واللي ببيته عم بيتابع او اللي ممكن كمان يعني نعم. في ناس يوصل لهم انه في تليفون كرمال نيبال تنزرع على حياه جديده، كلنا ساهم بحياه جديده. وبدي اقول انه في ناس كمان اتصلوا وكلفوني انه هن بدهم يساهموا، وانا بعد بوقت لاحق بنعطيهم رقم نعم. الحساب اللي راح يشاركوا فيه. هدى طبعا يعني رسالتك وصلت، وبشكرك انا على مشاركتك معنا ووجودك حدي بال بالمستشفى. بدي انتقل من المستشفى لعند مرال، حضرتك صديقتها لنيبال من انتوا وصغار. قديش نيبال او كيف فسروا لك انه نيبال رفيقتك مريضه؟ هلا انا ما حدا اجى خبرني انه نيبال مريضه، صارت يعني نكتشف شوي شوي. اول مره عرفت ان نيبال فات على المستشفى صار مثل شوك لي، ونيبال تروقني وشوي شوي هي كانت تروقك ايه. وشو تقلي هي ان هيدا وقتها كانت فات على المستشفى تقلي معلي، وهي انه كانت انه بلشت شوي انه توقع على وضع يعني شوي شوي صرنا نكتشف اكثر ونعرف اكثر انه عن مرض نيبال. صارت حالتها تتراجع شوي لورا شوي شوي زياده لورا لحد ما وصلنا لهلا. هلا يعني نيبال بطل فيها تظهر، بطل فيها تروح لمطرح، وهي موجوده بالمستشفى من شهرين لانه ما بتقدر الا بدها اكسجين كل شوي، وحالتها بحاجه لهيدي العمليه اللي نحن موجودين كرمالها هلا وعم نجمع المبلغ لحتى تقدر ضروري تسافر اليوم قبل بكره لحتى تزرع رئتين وتتنفس من اول وجديد. وبذكر بالمبلغ اللي هو 300,000 يورو. خلينا نشوف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الهاشتاج براي فور نيبال مع الزميله جاستي ابو حبيب مسؤوله الويب سايت LLBCI. جاستي شو التعليقات الجديدة؟ هل في مزيد من التبرعات على موقع وويب سايت LLBCI؟ رامي فيها قلك أنه حاليا بنفس اللحظة في 200 شخص على موقع LLBCI على صفحة /donate مطرح ما في الابليكيشن تيتبرعوا لنيبال. يعني في 200 شخص من أول ما بلشنا تقريبا لهلأ هن موجودين، مش نفسه يعني كل الوقت عم بيكون في 200 شخص عم يتبرعوا اللي هو شيء كتير منيح. بدي خبرك كمان أنه هاشتاج pray for Nepal is the number one trending hashtag بلبنان، يعني هو أكتر هاشتاج متداول على تويتر بظرف أقل من نص ساعة. العالم رح خبر شوي نيبال وأعطيها شوية روح بالعالم شو عم بيقولوا لها. God bless you نيبال. We know that you are strong. Be strong نيبال. يا رب الشفاء لنيبال ولأصحاب الأموال، ساعدوا نيبال. إن شاء الله وبإذن الله ومر شربل رح نقدر نجمع المبلغ. كل الدعم والحب لنيبال وكله pray for نيبال. يعني كل العالم صحيح. عم يدعموها حتى لو بكلمة نعم معنويا مثل ما قالت هدى جديد صح. قبل شوي حتى الكلمة بتساعد ست وفاء. انت كيف كنت تدعميها لنيبال لما كانت تخبرك بالليالي الطويلة قصص تخبرهم بس لأمها؟ شو كانت تخبرك أول شيء عن وجعها عن ألمها، وكيف كان يطلع الضوء وانتو سهرانين وهي عم تخبرك؟ كانت تقول انه كتير موجوعة كتير تعبانة، حتى من يومين أو ثلاثة أيام قالت لي أنا حس حالي ما بقى ضاين وما بدي موت. بحاول قد ما فيني شجعها وأعطيها معنويات، إلا الله ما حيتركك والقديسين واقفين حدك وخاصة مر شربل، وإن شاء الله بتروح بتعمل عمليتها وبترجع بالسلامة. كم مرة وصلت للموت نيبال بين إيديك؟ عدة مرات. شو كنت تعملي بهيك حالة لما تكون بالبيت؟ شو كنت تقدري تعملي؟ أكتر شيء إنه أحكي حكيمة، أحط لها الأكسجين، أعطيها الأدوية وأنقلها على المستشفى. ومن المسافة من البيت على المستشفى شو تكوني عم تعملي؟ عم تصلي؟ أكيد لأنه خايفي ما يعود فيها تقدر تتنفس، ما توصل معي على المستشفى لأنه كتير قشط الأكسجين. أكتر من مرة نزلتها بالدفاع المدني أو بالصليب الأحمر، كانت الحمد لله توصل. طب هي خبرتك من يومين إنه هي ما بقى قادرة تتحمل، كيف روقتيها؟ كيف هديتي لبيلة؟ صليت أنا وياها.
بهالوقت توفى. يعني عم نشوف بالمستشفى مباشرة نبال بهالأثناء على الشفتان عم تركب لها ماسك الأكسجين. هيدا الماسك خليني يشير إنه نبال ما فيها تعيش من دونه، وهي موجودة بالمستشفى لحتى توضع هيدا الماسك كل شوي. ماسك الأكسجين هو اللي مخليها لنبال تعيش. كرمال هيك كسفوا اتصالاتكم، كسفوا تبرعاتكم. نبال بحاجة لرئتين وما بدها تضل عايشة على الأكسجين، بحق لها تتنفس طبيعي مثل كل العالم. بهيدي الأثناء ما بعرف إذا عم تشوفوا معي مشاهدين، أنا هيدا الشيء لفتني. بعرف إنه هي ما فيها تعيش بلا الأكسجين، بس مثل ما عم نشوف هيدا هو ماسك الأكسجين، والشفتان بهالأثناء عم تركب لها الماسك لنبال. نبال صح عم تحكي معنا من أول الحلقة، بس نبال ما فيها تكفي كل الوقت بلا ما تاخذ الأكسجين وتتنفس، لأنه رواياها بيوصلوا لمحل ببطلوا يقدروا يساعدوا. بدي أطلب بهالوقت من الشفتان اللي وضعت الماسك لنبال، معلي إذا فيك يعملي معروف تبقي معنا شوي لتخبرينا أكثر عن حالة نبال. بعرف أنه يمكن مش مسموح، بس أنا بدي أسألك شو عملتي لهلأ لنبال، وشو حيتغير بحالة نبال من بعد ماسك الأكسجين، ومن قبل الماسك وبعد الماسك؟ نبال بلا الأكسجين ما بتقدر تعيش مثل ما قلتي. هيدا الماسك اللي نحط لها إياه في بقلبه دواء بيساعدها على التنفس، فمنحطه نحن تقريبا كل 4 ساعات أو 6 ساعات، لأنه بلاه بتحس إنه الأصابات الهوائية كلها مشنجة. هو صوت الأكسجين اللي نحن هلأ والمشاهدين عم نسمعه، هو صوت الأكسجين اللي بتتنفس من خلاله نبال لتقدر تكفي حياتها، صحيح شفتان؟ هيدا الصوت دواء نحن بنحطه بقلبه لتقدر يفتحوا الرواية عندها الأصابات الهوائية، لأنه تما تعلق عليها السعلة وتحس بوجع كتير. طب وليه نبال بحاجة لهيدا الماسك كل 4 ساعات مثل ما ذكرتي؟ ما فيها تكون من دونه؟ الماسك ما فيها تكون من دونه، لانه هي كليا مثل ما بنقول ديبندانت، يعني ما فيها تعيش بلا الاكسجين، لانه الرواية تبعها وصلت لمرحله تليف كثير قوي فيها. هلا شو عم بيصير؟ حطينا الماسك لنبال، هلا شو عم بيصير؟ فسري لنا وللمشاهدين العمليه هلا اللي عم بتصير بعد وضع الماسك. بعد وضع الماسك هيدا الفابور الدواء بيتحول لفابور وبيفوت على الرواية وبيفتح لها الأصابات الهوائية للتنفس أحسن. ونحن باقيين معك شفتان، وأنا بدي أسألك شو بتتذكري عن نبال من وقت ما تعرفتي عليها لهلا، وكيف فرقت حالتها الصحية؟ نبال بتذكرها اجت لعنا عمرها 17 سنة، ما هيك؟ 17 سنة كانت شخص يعني كثير خجول، كانت تقعد بالتخت أنشأ ترد علينا على السؤال اللي نحن بنسأله. كانت حالة الرواية أحسن بكثير، ما كانت بحاجة لأكسجين بوقتها. نعم كانت تقدر تقوم على التواليت، كانت تقدر تروح مطرح ما بدها، بس كانت تجي تاخذ الأدوية بالمستشفى. نعم شفتان، أنا بدي أطلب منك إنك تبقي معنا، أنا رح أرجع لعندك، ولكن أنا مضطرة أنتقل على غرفة الاتصالات لحتى شوف وين وصلنا بالاتصالات، لنوجه نداء جديد لكل اللي عم يحضرونا. وبدي أخذ ملكة جمال لبنان سالي جريج. سالي مساء الخير. سالي مساء الخير، بعرف انه انت بتشاركي معنا اول مره، وبعرف انه في اتصالات كثيره. اول مره بتشاركي معنا بهيدا الشيء، شو انطباعك الاول؟ كثير مبسوطه انه العالم عم بتدق والعالم يعني متاثره بهالموضوع، حتى المبلغ قد ما يكون بسيط اللي عم يتبرع فيه، بس مبسوطه كثير انه بعد في عالم بتلفن وبتحب تشارك وبتتاثر بهيك مواضيع. كيف بدك تطمنيها لنبال؟ نبال عم تسمعنا، كيف بتطمنيها بالنسبه للمبلغ اللي عم نجمعه نحن وياكم بغرفه الاتصالات مشاهدين؟ شو بتقولي لها؟ بدي اقول لها انه خلي ايمانك بربي كبير، ومثل ما اتكلتي على مشاربل ان شاء الله ما بيخذلك اكيد، والتليفونات الحمد لله نشكر الله ما عم بتوقف، وان شاء الله بنقدر نجمع المبلغ اللازم. سالي بدي اعزبك تعطي الميكرو لغياس، انا بشكرك على مشاركتك طبعا. غياس ايضا انت مش اول مره بتشارك معنا، اليوم تعرفت على نبال. صح
شو بدك تقلها لنيبال؟ شو بدك تقول للبنانيين اللي عم بيحضرونا؟ وكيف بدك توجه على طريقتك نداء ليبلشوا يساعدونا ويكسفوا من اتصالاتهم، لانه المبلغ مثل ما ذكرنا كتير كبير؟ يعني اكيد انا مش اول تيليتون بشارك فيه، لكن لا شك انه هذا التيليتون صعب، ولانه صعب بدنا كلنا نضحي وكلنا نساعد، يعني كل واحد عم يساعد بطريقته، نحن عم نساعد بطريقتنا، بدنا العالم اكثر تشارك، بدنا ارقام اكبر. وانا مثل كل مره يعني بتعرفي ريمي، كل واحد يعني حسب الانتوراج يلي بيشتغل فيه بدنا نجرب كلنا نتساعد سوا. يعني انا بما انه بشتغل بالاعلام الرياضي بطلب من كل الرياضيين، وانا بعرف انه الرياضيين ورؤساء الانديه ورؤساء الاتحادات قادرين يساعدوا اليوم، قادرين يساعدوا نيبال باقصى طاقاتهم، مثل كل مرة، ولا مرة خزلونا أصلا، واليوم بتمنى ما يخزلونا أبدا، يشاركوا معنا بشكل كتير كبير. وهون معلي بدي لو بدي أكسر شوي القعدة، في يبعثوا على رقم الشخصي أنه هني حابين يساعدوا، قد يساعدوا، ونحن أكيد متصرف، لأنه كلنا لازم نتضامن اليوم لحتى نقدر نحقق الهدف يلي ما لازم نفل من هون غير ما نكون عاملينه. غياث أنا بدي أشكرك، ومثل ما ذكرت المبلغ صعب، ومثل ما قلت حالة نيبال الصحية ما بقى تحمل أنه ننطر، الوقت عم بيدهمنا وما بدنا أنه يسبقنا، بدنا نجمع هيدا المبلغ. 100,000 يورو أو 100,000 دولار اللي كنا جمعناهم من بداية الحلقة لهلأ، بدي أقول أنه في شخص من دبي ضاف 100,000 زيادة، وبالتالي صار معنا 200,000 دولار. نحن بدنا نشكره من قلبنا، يعني 200,000 دولار جمعناهم لهلأ. بدي أرجع أطلب منكم تكسفوا اتصالاتكم، لأنه نيبال بحاجة لدعمكم وين ما كنتوا. ست وفاء، صار معنا 200,000 دولار. الحمد لله. متفائلة؟ إن شاء الله. شو بدك تقولي لنيبال؟ بنص الحلقة نحن هلأ، والعالم عم تتصل وعم تتبرع، والعالم كلها مآمنة أنه نيبال بحق لها يكون عندها فرصة حياة جديدة. ضل إيمانها بالله قوي، والناس اللي بتعمل خير بعدها موجودة، ما خليت الدنيا، وتضل قوية مثل ما أنا معودة عليها. شكرا لك ست وفاء. طبعا انت باقيه معنا. ريمي، انت بعرف انك شفتان تمريض بالمستشفى، ولكن انا عم بستضيفك اليوم كصديقتها لنيبال. يعني بدنا نفصل اليوم بين شغلك وبين صداقتك. بداية، كيف تعرفتوا على بعض وشو اللي خلى هالصداقة تصير هالقد قوية؟ أنا تعرفت على نيبال من 4 سنين، كنت قاطعة استاج بالقسم يلي عم تتعالج فيه نيبال. أول مرة كان بدي فوت لعندها، كنت بدي كون فكرة عن حالتها قبل ما فوت أقرأ ملفها الطبي. توقعت إني فوت شوف شخص ضعيف يأسان، خصوصا إنه هي بعمر صغير. تفاجأت وقت فتت انه انسان بيضحك، مؤمن، عنده امل، رغم انه مرضها. صارت تحكي لي مع الوقت انه حرمها من كثير قصص بحياتها، وقف لها احلامها، رغم كل هيدا الشيء بعدها بتضحك، بعدها متفائله، بعدها بتآمن. هذا الشيء، هاي النفسيه اللي عند نيبال هي اللي شدتني لها، هي اللي غيرت علاقتك من علاقه عمل بنيبال الى علاقه صداقه. هي نفسيتها اللي زرعتها في كانت حلوه، هي اللي قربتنا من بعض. شو بدك تقولي لنيبال على الكاميرا، ونيبال عم بتشوفك هلا عم تحضرك، بطريقتك شو بتطلعي بالكاميرا وبتقولي لها كلمتين لها من ريمي لنيبال؟ بدي اقول له اني تعرفت عليها انسان مؤمن، والمؤمن ما بيخاف، والله ما بيترك شخص مثلك حط كل حياته بين ايديه. كفي هيك، كفي، ورجعي لنا تتفرحينا باحلامك يلي نحن صرنا نحلم انك تشوفي جايه بتحققيها. حلمك ريمي ان شاء الله رح يتحقق، وهو حلم نيبال. نيبال، شو بدك تقولي لها لصديقتك؟ شو بتجاوبيها؟ اول شيء انه انا بفضل كل الموجودين حوالي، وبفضلكم انتم، اللي انتم صرتوا جزء من عائلتي، عم شوفكم اكثر ما بشوف يمكن رفقاتي اللي برا، لانه عم بعيش ايام معكم اكثر.
انتو عم تدعموني اكتر، انتو عم تقولي ايماني وتشجعوني اني ارجع لهون، وانا رح ضل قوية ورح ارجع كرمالكن كلكن. انت رح ترجعي لنا اكيد نيبال. نيبال انا بدي اسألك عن وضعك الصحي، كيف اختلف ما قبل الماسك الاكسجين وهلأ، شو تغير فيك؟ اول شيء هذا الماسك لازم اخده كذا مرة بالنهار تقدر كفي اتنفس، لانه هو كتير بيساعد، اذا ما باخده ما رح اقدر اتنفس. قبل كنت يعني بلشت اتضايق وبلش حسيت انه طربقوا الرواية، بس هلأ فتحوا شوي وحاسة انه احسن وافضل من قبل. بعرف انه منا هينة نيبال، وبعرف شو قيمة النفس، وان شاء الله بتستعيدي نفسك. بدي ارجع انتقل على غرفة الاتصالات مع الزميل يزبك وهبي. يزبك اللي خدوا دموعه ببداية الحلقة، بعرف انه مشاعره كانت صادقة وهي اقوى من الكلمات. يزبك قادر تحكينا هلا؟ رح جرب. نعم، بدي اقول بس شغلة رمي، بين الشقاء والشفاء في نقطة، بين الشقاء والشفاء. اليوم عم نشوف قداني بال عم تشقى مع يسوع اللي عم يتألم اليوم. بدنا نشيل نقطة من جيبة كل مواطن أو مشاهد عم بيتابعنا ونحطها بهالصندوق يلي عم نجمعه لنيبال، ونقطة ورا نقطة منجمع بيكون في عنا بير منقدر نساعد فيه نيبال تتروح وتعمل عمليتها وترجع لنا بسلامة. وبرجع بقول الكلام اللي قلته قبل، شفت لها إيمانها وألمها وأملها بما شربل، وإن الله راد هيدا الإيمان إن شاء الله إنه بيترسخ، أكان من خلال تقديمات المواطنين اليوم والمشاهدين من لبنان ومن الخارج، وأكان من خلال عزمه وتصميمه على الحياة. وأنا اللي بقدر أقوله إنه نشكر الله نحنا على الدرب ماشيين، وإن شاء الله إنه بس نحنا والحلقة بتوصل لازم يكون أمننا المبلغ أو وصرنا بهالحدود. يزبك أنا بشكرك، وطبعا نرجع لعندك. بدي انتقل مرة جديدة لعند رنيم بوخزام. رنيم معي؟ رنيم، انت تعرفتي على نيبال، هل الصوره اللي كانت براسك عن نيبال اختلفت بين قبل ما تشوفيها ولما تعرفتي عليها؟ قد ايه قالوا لي قبل ما تعرفت على نيبال انه هي قويه وانه هي املها كبير، ما تخيلت قد ما رح شوفه بس اعرف مين نيبال عن جد. يعني يمكن مرات الله بيعطي قوه للانسان لحتى يخليه يقدر يتخطى مصاعبه، ويمكن الله عاطي هيدي القوه لنيبال، وان شاء الله يضل عاطيها اياها وتصير صحتها ترجع صحتها مثل ما هي بدها، وترجع تكفي حياتها مثل ما هي بدها. كثير اثرت فيي وقت سمعتها عم بتقول بدها تكفي حياتها، بدها تكفي حياتها مع الشخص اللي بتحبه، بدها تكفي حياتها مثل ما هي بدها. ان شاء الله يا رب يا نيبال. يعني يمكن ما إلي قلب عم بحكيكي، وبدي أنه نكفي الاتصالات لحتى نكفي نجمع. مسحة أخرك بقى رنيم، بس بالعكس. بدي أقول شغلة واحدة رمي، للأشخاص اللي يمكن عم نحكيهم بسرعة، بعتذر منكم، نحن عم نحكيكم بسرعة لحتى نقدر نسكر. صحيح. ونرد على شخص صحيح تاني. صحيح، الوقت ما بدنا الوقت يدهمنا. بشكرك رنيم. بدي أقول لنيبال أنه كل العالم عم يتصلوا يقولوا أنه هني بحبوك، هني واقفين حدك، هني عم بيصلوا لك، هني عم بيضووا لك شموع، وهني رح يضلوا يتبرعوا لحد ما تقدر تسافري وترجعي لعنا نيبال مثل ما انت بدك. 300,000 يورو ما زلنا موجودين معكم مجتمعين هون بليلة آلام المسيح لنخلص نيبال من آلامها. وبدي أذكر انه يمكن لانه ما كنا عارفين وضع نيبال الصحي كيف رح يكون اليوم، كتار من الإعلاميين طلبنا منهم انه يزوروا نيبال بالمستشفى، عدد منهم زار. خلينا نشوف بهالتقرير شو كانت تعليقاتهم من بعد الزيارة الى المستشفى مع نيبال. لما طلبوا مني انه اجي زور نيبال كنت متخيله انه حشوف بنت مريضه. بونجور، هاي. بس ما كنت متخيله انه حشوف بنت هالقد قويه. نيبال انت لما واحد بيفكر انت من جوا كيف انت موجوده؟ البومو تبعولك كيف هن؟ بعكس ما انا كل يوم من برا. من جوا مهريين على الاخر، هلا عم بيشتغلوا شي 28% مش اكثر. الباقي مهري كله، يعني فيك تعتبره بلا روايه. إن شاء الله لما بتنعمل العملية رح ينزرع رواية يعني كاملين بدل الرواية اللي مش موجودين عندك أو اللي مش عم يشتغلوا بالخالص. إيه مزبوط، بدهم يشيلوا لي الرواية الاثنين من عندي وحط رواية كاملين من الدونر. أنا وصغيرة كانت شوي صعبة، حتى وصلت للبروفي أول دورة وثاني دورة رجعت عدتهم لأنه كنت بالمستشفى مقدمة. وشو كان بدك تعملي بالجامعة؟ نيوتريسيون. نيوتريسيون؟ ليش نقيتي نيوتريسيون؟
لأنه من أنا وصغيرة كنت حب مجال إنه شيء طب على طول بالمستشفى أتأثر حكمة ونورسات وهيك، بس وضعي ما سمح لي أكون نورس لأنه بتعرفي بلقط كذا قصص، فنوتريسيون شوي إن شاء الله بعد العملية بركة بنصير نقدر نكفي معي. الله رد، الله يحميكي ويشفيكي ويرجعك بالسلامة يا رب. يعني عن جد واحد بيكبر قلبه لما بيشوف هيك صبايا، هيك بنت مريضة عايشة من دون ريات، إنما عندها أمل بكرة إنه تتنفس بريات نضاف، بريات جديد من بعد عملية. إحنا ناطرينك لما ترجعي، بنبعث لك بوسة كبيرة. الله يحميكي والله يشفي كل مريض. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. أحمد معمل. نبال. أول انطباع أخذته هلا إنه عكستي علينا التفاؤل. يعني هالابتسامة كثير غالية، ووضعك بصير لها قيمة أكثر. شو السر هيك بتقدر تضلك تبتسمي؟ رح ضل أضحك ورح ضل قوية كاية بالمرض. كيف عم تتحايلي على المرض؟ يعني الابتسامة وحدة من الحيل. كيف كمان؟ يعني ناضل تعيش. وتقدر اتنفس وبجرب كل القصص انه لا مش رح استسلم لهذا المرض، رح كون اقوى منه. انا بعتقد يمكن اهميه الحاله انه انت ما عدتي بس مسؤوله عن يعني عن نفسك، يعني صرت عم تقدمي نموذج لمقاومه المرض او لمقاومه يعني الشر بهالطريقه. هذا الشيء اكيد يعني فرحت فيه 100%. وبتمنى انه بهيدي الطريقه يكون في توعيه عن هيدا المرض، لانه هو بلبنان ما كثير معروف وما كثير العالم بتعرف عنه، وكلفه علاجه عالي كثير ما بعرفت. يعني علما انه يفترض اللي يصاب بهذا المرض بده ياخذ دواء محدد من اول ما بينصاب فيه الى ان يعالج كليا. اصلا اجمالا كلفه العلاج كثير عاليه، يعني بتوصل للشهر بدون فوته مستشفى بدك 4000 دولار. بعد ما تعرفت على نبال اكدت انها تستحق الحياه فعلا. نبال هي كثير قويه لكنها ايضا بحاجه الى حلفاء. المطلوب منا كلنا انه بس نعيش انسانيتنا، كل واحد منا لازم هلا يستفيد من الفرصة اللي نبال عطته إياها ليعيش إنسانيته ويرجع يستعيدها لهالإنسانية. فعطوها فرصة وأنتوا كمان استفيدوا من الفرصة اللي هي عطتكم إياها. وشكرا. نجي لعندك عم نقعد معك عم نحدثك، بس نحن جايين لحتى انت تقولي لنا، لحتى انت تخبرينا، لحتى انت تقوينا. شو بدك تقولي لنا قلنا نحن؟ اول شيء انه كل شيء بهذا الحياه مش نحن منقرره، الله يمكن بيعطينا كل شغله، يمكن لهدف لمسيره. يمكن انا اعطيني هذا المرض تكون مثال اعلى لكل مريض. وفي شخص مره قال لي انه انت ملاك، الله بعت لنا اياك على الارض تساعدينا. كان حدا بالمستشفى مريض. انا مش بس بدي ساعد كل مريض، بدي ساعد الانسان اللي ما بيشي قبل المرضى 100%، انه يقوي ايمانهم ويتكلوا على الله وكل شيء بايده. في عندك حدا من اصحابك من هالاشخاص اللي حواليك
عنده نفس الحالة بتشجعوا بعضكم بتقووا بعضكم؟ صراحة كان عندي شخص صديق بيحمل هذا المرض وكان وضعه كثير تعبان، بس للأسف ما قدر يكمل معنا لأنه يمكن ضعف بفترة واستسلم وتوفى. أنا اليوم من وراء نبال ظاهرة عندي طاقة من الفرح من الإيمان ومن القوة. من وراء نبال رح أتعلم أني أخجل أني أتذمر وأخجل أني عاتب ربنا على أشياء كتير صغيرة ممكن أمرق فيها. أنا ظاهرة من هون إنسانة تاني وبقلة لنبال بس ترجعي بالسلامة، أنت ملك لقلنا على الأرض. هاي نبال هاي قلولي حلوة بس ما عرفت هالقد. كيفك؟ سلام. خبريني نبال، عندك خوف؟ بس تعدي بينك وبين حالك شو بتقولي؟ ما في حدا ما بيخاف، كيف إذا وصل لحالتي؟ خوف؟ في خوف، أكيد في خوف، بس كون قاعدة لحالي بقى تفكر وبخاف زيادة إنه أنا لوين رايحة؟ شو ناطرني هونيك؟ نبال شو بتقولي للصبايا والشباب أو الولاد الواعيين اللي عندهم نفس حالتك يلي للأسف حتى نحن يعني الآلين ما كتير بنعرف فيها؟ بتمنى انه حلقتي تاثر ويصير في توعيه وتغطيه لكل الادويه اللي مش عم نقدر نامنها وتكلفتها كثير غاليه، في منها ما بنقدر نامنها غير من الوزاره يعني، ولكل شخص حامل مثلي بقول لهم ما تستسلموا، انتم قادرين تتغلبوا على هذا المرض، لانه كمان في اشخاص كثير ما قدروا يكملوا مسيرتهم مع هذا المرض واستسلموا للاسف توفوا، ما كانوا قد المرض. اليوم نهار نبال وبهالنهار العظيم بدعي كلنا نعطيها فرصة الحياة، لأن نبال عم تضحك وعندها إرادة وعندها عزم وعندها إحساس إنها راجعة. ياريت كلنا الليلة ما نخيبنا ظن. نحن هون نبال لنوضع حد لهيدا الوجع اللي عم تحكي عنه، بعرف انه انت قوية ونحن حدك لحتى نساعدك انك تتخطي هالمرحلة اللي عشتيها من حياتك اللي هي كلها وجع. 230 ألف دولار أي تقريبا 200 ألف يورو صرنا جامعين لحد هلا، ولكن ما زلنا بحاجة إلى 100 ألف يورو كاملين من أجل انه نوصل للمبلغ المطلوب اللي هو 300 ألف يورو لنساعد نبال. ما بدنا الوقت يدهمنا اللي هو بلش يدهمنا، المبلغ اللي عايزينه واللي عايزته نبال لحتى ترجع تستعيد عافيتها وحياتها وترجع انه تتنفس طبيعي ويكون عندها رئتين بعد هو 100 ألف يورو. منزعل كتير لما مننتقل على غرفة الاتصالات ومنشوف انه حدا من الزملاء ما عم بيرد على الهاتف، هيدا بيعني انه الاتصالات يمكن عم تخف. اذا بتريدوا يعني ما بعرف بليز، نبال بحاجة لدعمنا، بحاجة لنا، بحاجة لاتصالاتكم لتبرعاتكم، ولو كانت قليل، لو كان المبلغ قليل، مبلغ صغير فوق مبلغ صغير اكيد بيجمعوا وبيعملوا 300 ألف يورو، بيجمعوا المبلغ الكبير، وطبعا محبتكم والمعنويات اللي بحاجة لها نبال. نبال بعرف انه في اطفال كتير حاملين نفس المرض اللي انت حملتيه، كنت عم تخبري بالروبورتاج عن حدا اسمه فادي او رامي. انا ما كنت عم بسمع رامي هو حدا بتعرفيه حامل نفس المرض. وينه رامي؟ للأسف رامي من يومين كان صار له سنة مغادرنا، لأنه يمكن ما قدر يكون قد المرض غلبه، وكنا على طول نعطي معنويات لبعض وندعم بعضنا، وكنا ناطرين بعض إنه مين بيطلع بالتليتون قبل التاني تا يقدر يوصل ويعمل العملية. بس للأسف رامي ما قدر يكمل معنا، وإن شاء الله يقدر يكمل ووصل للي كان هو حابب يوصل له.
ان شاء الله نبال، يعني المشاهدين كلهم عم يسمعوا، اوكي ما بدنا رامي ثاني، ما بدنا بقى انه حدا يموت وهو قادر يكون عنده فرصه للحياه. مشاهدينا سمعتوا نبال كلماتها، شفتوا دموعها، دموعك كثير غاليين علينا نبال، ونحن باقيين معك للصبح لحتى نجمع المبلغ المطلوب. ست وفاء، نحن عم نحضر الحلقه لفتني شيء، لفتني انه الأطباء لما خلقت نبال قالوا لكم ما تعملوا لها إخراج قيد. هالقد صح. كان الموضوع سهل عليهم، هالقد ما فينا نحاول، هالقد ما منجرب نساعد. هيدا أنا صدموني يعني. ليش قالوا لك هيك بوقتها؟ أنه شافوا بنت ضعيفة خلقت عاملة برونشيت، مع العلم يمكن ما كانوا عارفين شو هو المرض بوقتها، بس قالوا لي انه ما بتعيش، ما في داعي انك تسجليها، وبعد فتره قصيره ترجع تعملي وفاه. في اسالك عن التكلفه، كانت نبال ايضا عم تحكي عن هذا الموضوع، تكلفه العلاج يعني هلا هي بعرف موجوده بالمستشفى من شهرين، مين عم يدفع هيدي التكلفه اللي هي بتتراوح بين ال 4000 و 6000 دولار شهريا؟ كيف عم تقدروا تامنوا هيدي التكاليف؟ يعني في دواء مفروض يتأمن من الوزارة كل شهر، هيدا كلفته لحاله 1800 دولار. يعني مفروض كل شهر تتأمن علبة، كل شهرين أو ثلاثة عم نقدر نأمن علبة. وإذا ما تأمنت هيدي العلبة؟ ما فيني أمنه، 1800 دولار، عندي أدوية تانية مفروض إني أمنها. كلفة العلاج بكل شهر بدون دخول المستشفى بين الـ4000 والـ5000 دولار. بدي انتقل ست وفاء من عندك لعند نبال مرة جديدة، ضيف جديد مع نبال كمان بده يعطيها جرعة أمل ودعم. بسام براك مساء الخير. مساء الخير زميلي ريمي، يعطيك العافية. شكرا بسام. يعني كنت عم تسمع والدتها لنبال عم تحكينا عن التكلفة الباهظة. نعم. جدا لهيدا للعلاج اللي بتتلقاه نبال، وأي ولد بيعاني من هيدا. صحيح. المرض. فينا نوجه. نعم. نداء بطريقتك، نداء للمعنيين. أكيد. والمسؤولين، خاصة أنه في تقريبا أكثر من 200 ولد بلبنان بيعانوا من هيدا المرض، ويمكن هني ما بيعرفوا، والأطباء يمكن ما بيعرفوا أنه هو هيدا المرض اللي بيعانوا منه. خليني اقول لك رامي قديه المبلغ صغير عيالي هن مريشين وكبار كثير ومسؤولين كثير، مبلغ منه كبير ابدا اللي بقي. وعم بتقولي سمعتك عم بتقولي 100,000 يورو. صحيح. يعني هودي بدهم 100,000 حب، 100,000 قلب، 100,000 صلاه، و 100,000 مسبحه. بتصور اليوم قالوا كلهم بالكنائس لما اجتمعنا بالجمعه العظيمه، والساعه 3 لما كان المسيح مدد وعم ينصلب ومات، بلش يقيم معه هلأ الموتى من هاللحظة، وبلش يقيم معه كل المجروحين. بعتبر أنه لازم يكون في اتصالات من الناس مش تقنية، ولا اتصالات نرفع السماعة، هي اتصالات روحية إيمانية قلبية صلاتية شربلية رفقية المدك إياها فينا نسميها، حتى نجوم السماء كلها تشتي المصاري وتحمل حالة نبال، وتقدر بنبلة اسمها أنها فعلا تشيل الجرح وتخزقه من جواتها، وترجع تقوم مع السيد المسيح يلي هو بده يحقق لنا هالقيامة. صوتي بيقول أنه اليوم كلكم فيكم تتصلوا من جوارحكم، من قلبكم، من فلس الفقيرة يلي بيقدر يجمع ليرة فوق ليرة، ويصيروا بالعملة اللي بدك إياها رمي، حتى أنه نبال تقدر تحقق شفائها. أملي كتير كبير، لأنه اليوم مثل اليوم من 10 سنين يعني بال كنا نحن عم نودع يوحنا بولس الثاني. وبتتذكر لما كنا أنا وياك بمر شربل قلت لي كيفك أنت وياه، وخبرتيني أنك بتحبيه، هو يلي حب كل الشباب، كل يلي بعمرك أكيد أكيد بيحمل القيامة معه لإلك. هيدي الصورة حبيت أنك تضميها لصورة مر شربل، وكتبت لك عليها من الخلف أنه في هذا الزمن توجع وعبر مراحل الجلجلة بحربة جراحه، وقام مع المسيح فوق تلة الجمعة. هكذا أنت علقي ألمك على الصليب مع يوحنا الثاني، ولا بد من قيامة تتمياهنان فيها بزرقة سماء الفادي. هالكلمات بحب أنه نتحطيهم جوا قلبك، وتخليهم حد مر شربل بصورة مباركة. هلأ باركناها لما كنا بدار رهبات الصليب عم نأدي مع الأب يعقوب الكبوشي هالصلاة، وجبت لي كمان هالبخور حتى تتزين حياتك بريحة طاعة
طيب الجرح يلي جواتك. هيدا يلي بقوله يا رامي، بقدر أقول إنه فينا بمئة ألف يورو يعني مئة ألف صلاة. اليوم بالكنيس كان في مئات الألاف، بتصور رح نكون كتار ونقدر نرد العزيمة ونرجع رامي توقف على إجريها وتحقق القيامة. بس أنا بدي أطلب منك تبقى معنا، ما في أروع من هالكلمات اللي عم توجهها. نعم. كلمات نابعة من القلب. نعم. وكتار من الناس عم بيصلوا لك نبال، عم بنقلك شو عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي، عم يبعثوا لنا رسائل، عم بيساعدوك، عم بيدعموك معنويا. بسام شو عنيولك دموعة؟ نعم. لنبال لما شفتها أول مرة ولما التقيت فيها بمر شربل. لما التقيت فيها بمر شربل حسيت انه خلف هالبسمة في وجع كتير كبير. نطرت انه تنزل دمعتها لتقله لمر شربل قدي هي مآمنة فيه تتوصل لعنده بالصقيع ويحملوها وتحط هالندر تعلقه عند مر شربل. انا اللي بقدر اقوله انه دموعة لنبال بالفعل هني دليل بدون يمهدوا للشفاء، هني عم ينزلوا من عينيها على رويها على قلب قلبها. واليوم كنت عم بسمعك هلا من شوي عم بتقولي اخراج ايد، اليوم اسم نبال موجود بكل قلب، بكل من قلب وبكل ال بي سي وبكل هيدي هالمحطه يلي بتقدر تجمع الناس حواليها. اسمك يا نبال ما عاد مخبى، اسمك تسجل باخراجات ايدنا الايمانيه المسيحيه والمسلمه اليوم، وانا اكيد انه الناس كلها عم تتفاعل وعم تتعاطف. ومثل ما هو العنوان يا ريمي من القلب، قلب ريمي اليوم كلنا بدنا نحاوطه هالدويره، كلنا عم نسكر هالدويره ونقول لك ما رح يتسكر الجرح وتتفتح زهور بقلبك. وان شاء الله يا رب بالعيد اللي جاي تكوني فعلا انت واقفه على اجريك مثل ما قلتي بمر شربل، تصافحي وتبوسي تابوته وتقولي له انا بشكرك لانك رجعتني ووقفت قدامك. بس أنا بدي أشكرك جرعة أمل استثنائية عطيتها لنبال. بشكرك نعم. على مشاركتك معنا. إن شاء الله نقدر نمسح لك. نعم. دموعك. شكرا. يا نبال إن شاء الله، ونحن هون كرمال هيدا الشيء. بدي انتقل لشوف تعليقات المشاهدين اللي مثل ما ذكرت بكثافة عم بيصلوا لك، عم بيضووا لك شمعة يا نبال. خليني روح لعند جاسي أبو حبيب مرة تانية لحتى تنقلنا هالصورة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. عفوا جاسي تفضلي. رامي بدي أقول لك أنه في آلاف من التغريدات عم تشع على هاشتاغ pray for نبال، وحتى الفنانين بلبنان بلشوا ينضموا للعالم يلي عم بيغردوا على هالهاشتاغ. الفنان فارس كرم طلب من المتابعين تبعه الفولورز يصلوا لنبال ويتصلوا تيتبرعوا. نضال حاتون بيقول لك انت منك مريضة، انت حدا مؤمن والمؤمن بيكون خالد. ام سياح كمان بتطلب من العالم انه يعطوا نبال امل جديد بالحياة. زينب عبد الباقي بتقول الحياة اللي بداخلك اقوى من كل خوف، الله معك يا نبال. الفنانة مريم فارس كمان طلبت من الفولورز تبعها يفوتوا على lbcgroup.tv/donate ويتبرعوا. فيليب ابو زيد بيقول لك نبال انت درس بالايمان والعزيمه والكفاح، ان شاء الله بهالجمعه العظيمه بتحقق قيامه حقيقيه وبتنتصري على المرض. ميراي بو فاضل بتقول لك شو حلو هالايمان بعيونها لنبال. وفي كتير كمان تغريدات عم يعني العالم متفائلة بنبال عم تعطيهم كمان قوة. لحتى بدورنا نوجه نداء لكل الفنانين المسؤولين الوزراء النواب لكل اللي عم يحضرونا، نبال بحاجة لدعمكم، بحاجة انه بلفت صغيرة منكم انكم تساعدوها. بدي اشكرك جاستي. بدي ارجع انتقل على غرفة الاتصالات لعند الزميلة جيتا ايامي. جيتا كيف فيك تطمنينا وتطمني نبال؟ نبال دموعك كتير عزيزة على قلبنا وعلى قلب كل مشاهد. أنا بحب أقولك أنه طالعين السلم بسرعة كتير كبيرة. أنا بشكر وأنا تفاجأت قدي في ناس عم تتصل لحتى تساعد. في كتير ناس ما بتشتغل عم تساعد، وفي أرقام كبيرة وفي أرقام صغيرة، وفي كتير ناس من لبنان ومن خارج لبنان عم بيساعدوك وبيقولوا لك الله كبير. دموعك رح توصل وصوتك رح يوصل للسماء، والناس رح تفتح قلبها وتفتح جيبها وتساعدك. وإن شاء الله يا رب قبل ما تخلص هالحلقة منكون قدرنا جمعنا المبلغ، لأنه بتستحق تعيشي مثل ما كل واحد منا بيستحق. وفي عم يتنفس، انت لازم تصيري تتنفسي مثلنا. ولأمك بقول الله كبير الله كبير، وان شاء الله يا رب تحقق احلامك يا نبال.
شكرا جيتا، ودموعك كمان غاليين علينا. بدي انتقل لعند ليا فياض مره جديده. ليا مساء الخير عن جديد. مساء الخير. بعرف انه ما بدي اخرك عن الاتصالات، ولكن بدي تنقلي لي الصوره وشو عم تسمعي من الناس. اوكي رامي، بدي اقول لك انا سمعت قبل قلتي لي انه معقوله يكونوا خفوا الاتصالات، بالعكس الناس يعني عم بدق لنا يقولوا لنا انه ما عم بيعلق معهم الخط. انا يلي بدي اقوله انه نحن مع انه يمكن البروجرام بيخلص بعد شوي، بس نحن باقيين لنص الليل وما رح نفل من هون قبل ما نجمع المبلغ. بقى بدي اقول لهم كلهم انه بليز حتى لو ما تستسلموا، ضلكم تلفنوا وضلكم جربوا. وبدي اقول انه نحن يمكن اليوم في كتار منا مش ظاهرين، بس انه بكره جاي ايام عيد، واذا كل حدا يعني اكيد رح نصرف، واذا كل حدا شاف شيل شوي من فاتوره ظهرته كمان مبلغ ورا مبلغ اكيد رح نقدر نوصل للهدف. ان شاء الله ليا، يعني نحن مثل ما قلتي مكفيين، حتى لو خلصت الحلقه نحن مستمرين نتلقى الاتصالات لحتى نجمع المبلغ المطلوب ونفرح قلبها لنيبال ونفرح قلب اهلها. ريمي، انت صديقتها لنيبال، شهدتي طبعا على فترات صعبه مرت بحياتها من وقت ما تعرفت عليها من 4 سنين لهلا. شي مره حسيتيها خايفه؟ شي مره خبرتك عن شي لريمي؟ بس نيبال هي بتجرب على الاكيب ميديكال دائما تضحك تخبي وجع، حتى انه بنستغرب انه ولا مره دقت جرس انه هي بحاجه لشي انه تعوت ما تعذبنا. اول شيء انا بعرف وجع نيبال هو الصبح لما نستلم على الملف، بقرا انه ليلتها لما تكون صعبه ضيق نفسها، بفوت لعندها بسالها بتقلي انه وجعت، بس انه الحمد لله قطعت على خير. حتى عليك بتجري بتخبي؟ ايه حتى الوجع بتجري بتخبي، بس من بعد ما خلص الشغل واجي لعندها عشيه نقعد بس تظهر طنط وفاء اكثر شيء، بتحكي بتخبرني عن قديش خايفه انه من العمليه انه ما ترجع، لانه في احلام حلوه حابه تحققها، بتخاف من الناس تبعد عنا لانها مريضه، لانه مرضها انه هي واصله لعمليه وخايفين من العمليه. في كثير ناس عملت هذا الشيء بعدت عنا ظلمتها بسبب مرضها، بتخاف تخسر ميشيل يلي هي بتحبه بسبب مرضها. كل هول بتخبرنا عنهم بالليل لما نكون قاعدين وحدنا، حتى ايام بتحكي عن شيء اللي بتحسه بطريقه مزحه. فمره كنا قاعدين بعد الشغل هيك فجاه قالت لي ليك يا ريمي بس ارجع وكون صاحه، ما تحلم تشوف البيت، ما رح تقعدي بالبيت، بدي اعوض عن 23 سنه انحرمت فيهم من كل شيء. فحتى مسحه صار بيحكي عن شيء هي بتحبه، ونحن كمان ناطرين هاللحظه انه ترجع فيها بخير وسلامه نيبال من فرنسا. مرال، جربتوا تعملوا اشياء كثير لحتى تفرحوا لقلبها لنيبال، ومنهم ايفنت طلعتوا فيها فكره جديده لحتى تدعموها معنويا، من وين اجت فكره الايفنت وشو هو كان الايفنت؟ نحن كنا اجتمعنا انا وخيا ورفقاتنا ومفكر شو بدنا نعمل لنيبال، فطلعنا بفكرة أنه نعمل سهرة من ميل العالم تنبسط ومن ميل أنه بتكون عم تبسطها لنيبال وتتبرع لها. وهيك عملنا سهرة وميرسي لك الشخص إجا ودعمها، وأنا بعرف أنه نيبال انبسطت وحست أنه في عالم واقفين حدا وعم يدعموها. في كتير ناس يمكن مرال، ريمي، وست وفاء انضموا لنا هلا ما كانوا عم يحضرونا من اول الحلقه، لكل اللي عم يسالوا شو في ليش نحن هون، بدي اقول انه نيبال بنت 23 سنه بحاجه لدعمكم. عم تشوفوها هلا من خلال الصوره مباشره من مستشفى اوتيل ديو. نيبال بحاجه انها تسافر باسرع وقت ممكن الى فرنسا لتعمل عمليه زرع رئتين. هي وصلت لمرحله من مرضها ما عاد يحمل جسمها، ما بقى فيها تتنفس، الرواية ما بيعملوا بشكل طبيعي. نيبال، بعرف أنك عم بتشوفيني وعم شوف دموعك. نيبال، أنت قوية كتير، وبعرف أنه من خلال الفيسبوك العالم اللي بتشوفوا صورك بتشوف ابتسامتك بيقولوا شو هالبنت القوية، وكتار منهم ما بيصدقوا أنه أنت مريضة. شو بتقولي لهود العالم وشو بتحسي لما بتسمعي هيدا الحكي؟ بالفعل رامي، يمكن صوري أو حبي للحياة عملوا لي مشاكل، لأنه في كتير أشخاص شافوني أنه
بحب أظهر، بروح بستغل كل فرصة أنه أنا قادرة مثلا تكون مرتاحة فيها أظهر فيها، ومثل مثل أي صبية بعمري بحب زبط حالي اهتم بحالي. وهولي شكوا العالم أنه بنت مريضة معقول تظهر، معقول تزبط حالها؟ أكيد لا. فهيدي واجهت مشكلة كبيرة فيها، ويعني عم نشوف صورك. بدي أقول لهم للعالم أنه ما ينغشوا، ما ينغشوا بالمظاهر الخارجية، لأنه هن ما بيعرفوا شو في جواتي، اللي هو عكس كل شيء برا. منك مضطرة تفسري للعالم كله نيبال، دموعك أصدق منهم ومن أفكارهم. بالنهاية بحق لك بفرصة حياة، بحق لك أنك مثلك مثل أي حدا، أنه لما تكوني مبسوطة تتصوري وتروحي وتجي، لو هيدا المرض جوا عم يكلك روايك. ست وفاء، بعرف أنه كل مرة بتكون نيبال بدها تفوت فيها على المستشفى، بعرف أنه بتضبي شنطتك قبل شنطتها، لأنه بتعرفي أنه هلأ خلص صار وقت أنه يكون حدا، لأنه وضع بحاجة جداً لإلك، بتنسي عائلتك وبتقعدي حدا. صح. كم مرة عملت هيدا الشيء ب 23 سنة؟ ما فيني عدون، لأنه يعني إذا ما فاتت على المستشفى كل سنة أقل شيء بتفوت مرتين، وبهالمرتين أنا بفوت معه وبطلع معه، ما بفرقة ولا دقيقة، يمكن أوقاتك خمس دقايق وبرجع، وأكثر من هيك ما بتركها. نحن ما بدنا إياك تتركيها ولا هي تتركيك، وإن شاء الله بترجع لعندك سالمة من بعد زرع الرئتين. بدي أرجع أنتقل على غرفة الاتصالات لعند جوي خوري. جوي، عم تتلقي سيل من الاتصالات فيني أقول؟ فيك تعيديلي لأنه ما سمعتك. عم قول في كثافة اتصالات، سيل من الاتصالات عم تتلقوها بغرفة أولى، لأنه إذا الاتصالات ما كانت كثيفة يعني نحن عنا مشكلة ونيبال عنا مشكلة. في عنا اتصالات عم تيجي من العالم، بس أنا بدي أرجع شديد، بدي أقول لكل العالم يلي بيعرفونا ولكل أصحابنا، بليز خليكم عم تتصلوا، بليز اتصلوا، لأنه نيبال بحاجة لهذا المبلغ من المصاري، لأنه بلا هذا المبلغ ما فيها تعمل عمليتها. وبما أنه نحن بجمعة الألام، بليز شاركوا ولو بمبلغ صغير، إن شاء الله 10 دولار، إن شاء الله 10,000، إن شاء الله 20 دولار، يمكن هيدول المبلغ فوق مبلغ رح يساعدها. وبدي أقول إنه عم بيجي اتصالات كتير، أوقات عم بيقطع الخط، بس بليز خليكن عم تتصلوا، ما توقفوا اتصالاتكن. طبعا خليكن عم تتصلوا. بدي انتقل، بدي عزبك تعطي الميكرو لسارة. سارة كمان حدك هي. سارة عم تسمعيني؟ لحظة. سوري. بونسوار. وي سارة، عن جديد ما كان لازم نقطع على الاتصال، لأنه بتصور الاتصال والمبلغ اللي بده يتبرع فيه هيدا الشخص. أنا بدي أطلب منه إذا عم يسمعنا أنه ينطر لناخد مداخلة من سارة والتعليقات اللي عم تسمعيها من الناس. إيه، بدي أول شيء إن شاء الله ينطر على التليفون. لا رح ينطر. عم بيجي تليفونات كتر خير الله. بدي وجه لها تحية لنيبال، إلا يور فايتر. نحنا قد ما فينا هون عم نجرب نساعدها، بس بليز يعني قد ما بيجي مساعدات نحن بعد بحاجة لمساعدة أكتر، فقد ما فيهم العالم هلأ يضلوا يتصلوا نحن هلأ على الخط، قد ما فيهم يكسفوا من برا من لبنان، كل الناس. صحيح، كل الناس نيبال عم تحبي، كل الناس عم تصلي لك، كل الناس عم تدق تتصل بدها تتبرع لك، كل الناس عم بيضووا لك شمعة وعم بيصلوا لك. الناس اللي منا قادرة تتصل عم تتبرع من خلال الفيسبوك. أنا بدي شد عقيدهم كلهم وقل لهم يكسفوا من هالاتصالات ويكفوا معنا. مزيد من الإعلاميين زاروا نيبال بالمستشفى وخرجوا بمشاعر مؤثرة وكلمات قالوها للكاميرا، كاميرا الـ LBC، بعد زيارتهم لنيبال. منستمع لألون. وشي سلامت قلبك وكيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. نيبال، نحن عم نشوف اللي عم يصير هلا وانت بعمر 23 سنة. كيف كانت المراحل انت واصغر؟ كولد ما كنت عم بستوعب فكرة أنه أنا ليه هيك، ووجع
مربطة وأكسجين ومصل لولد كانت كتير صعبة ومرقت بظروف يعني كتير ثقيلة. حسيت أنه أنا رح أوصل لمحل خلص رح أستسلم، يمكن ما أقدر أوصل حتى لمرحلة العملية، وحسيت أنه أنا بطريق هلأ مسدود. بس بفضل إيماني رجعت قوية، وأكيد أمي وكل اللي حوالي هذا الشيء شجعني، وصرت أنا لا ما بدي أستسلم، بدي أقاوم هذا المرض، وأنا إنسان كتير بحب الحياة وما رح أستسلم. الأكيد بالموضوع واللي كتير هيك بخلي الإنسان عنده هيك حب للحياة لما بشوف كيف أنت بتفكر. يعني أنا يعني يمكن جاي وشفت عم فكر بكيس، بس أنا انبسطت شفت شخص قوي لدرجة أنه قطع كل هالمراحل، قطع كل هالعذاب، اعتبره كأنه مش موجود وبده يتخطى، وبإذن الله بتتخطي. أنا هذا اللي بحب لك إياه. أنا حدا كتير حساس لهالأشياء، كتير يمكن قلبي ضعيف، بس بقوتك أنا كتير أخذت قوة. نيبال أكيد قوية، بس بمساعدتكن نيبال أفضل. نيبال بمساعدتكن بتشفى. نيبال بمساعدتكن عندها مستقبل أفضل، عندها غد أفضل. نيبال بمساعدتكن أقوى بكتير. هاي نيبال. هاي. صبا. شو خبرينا؟ في وجع؟ وجع يعني مخيف. وجع يعني ما بينوصف، تخزيق من جوا كرواية، وجع راس كسينوزيت. وامي كيف متقبله الوضع؟ امي يمكن عم تتعب اكثر ما انا عم بتعب، من انا وصغيره مرافقتني حد بكل ستيب، حد قبل بالمستشفى، يمكن قبل عند الحكيم، ما حسستني بالضعف وامنت فيي انه انا قادره اكمل هذه المسيره، ما رح استسلم. بتآمني بالأعاجيب أكيد. أنا بالوقت الحاضر حياتي هلأ أعجوبة بحد ذاتها، لأنه تقدرت وصلت لهذا العمر وقوية، هيدا هي الأعجوبة، وهيدا يعني عجز عنا كتير أشخاص ووصلتنا لهون لهلأ ولبعدين إن شاء الله. يلا ما في أتمنى لك غير كل خير، وأكيد نحن هون موجودين حتى نقول إنه لا في أعاجيب. يلا جود لك، موفقة، وإن شاء الله الله بيعطيك أطول عمر حتى تصيري أكبر معمر حامل هيدا المرض عم بيعطي الأمل للكتار كتار. اليوم توقعت كون جاي أنا كرمال هيك أعطي شوية قوة لنيبال، والله هي اللي عطتني القوة. يا رب أكيد هو بيعرف أكتر، مثل ما قالت نيبال أنا عايشة بأعجوبة، إن شاء الله هالأعجوبة تضل مستمرة، تسافر نيبال وترجع لنا وتكون بالفعل عم نحكي بهالأعجوبة بطريقة ابتسامة ومبسوطين فيها. بيقولوا انه الله بحط قوته باضعف خلقه، اليوم الله حط قوته بقوه نيبال، ان شاء الله بتكون هيدي اشارات لشفائها. وحده ايمانك بخلصك.
أنا اليوم مني جاي لعطيك قوة، أنا جاي أخذ منك قوة نبال. عن جد علمينا القوة. إيماني والصلاة هو اللي تشالي من هذا الضعف. أهل اللي حوالي خاصة أمي، كل اللي حوالي حسسونا. أمي لأنه مرافقتنا من أنا وصغيرة، عطيت أكتر ما عندها، هي مقويتنا، وأنا كرمالة أكتر سبب إني واقفة على شوية. مرق عيد الأم، يا ريت بقدر أهديها الشفاء. لقيت صعوبة يعني من أول شيء من المحيطين فيك إنه يفهموا وضعك أو يسيئوا تقديره يمكن، وهالشيء سبب لك تعب جواني قبل ما يكون تعب خارجي؟ 100%. في كتير أشخاص ما كانوا بيتقبلوا هذه الفكرة، يشوفونا على طول سعلة يخافوا مني، يشوفونا حتى أوقات ماسك يقولوا لا هذا عنده شيء بيخوف بيعدي. مش كلهم تقبلوا، بس في أشخاص كمان تقبلوا كتير وكانوا حدي على طول. بالحياة بتعرفي أنا بالمجال السياسي، وكل سياسي عنده بحديثه بيقول الثلاثية بتقضي. فأنا رح أقلك إنه بمواجهة المرض الثلاثية بتقضي، إنه أولاً التعلق بالحياة، الأمل يكون قوي بالشفاء، وأكيد قبل كل شيء الاتكال على الله. قبل ما اجي لعندي كنت عم بفكر شو ممكن اجيب لك شيء انه تحمليه معك، حتى بس تسافري لتعملي العمليه تقدري تاخذيه معك. اخترت شيء اجاني من ايطاليا، بتامل انه كمان تاخذيه معك وتخليه حتى مخديتي. ميرسي. واكيد سانت ريتا هي شفيعة الامور المستحيله، وانا هلا بوضع مستحيل، وبفضل الصلاه انا لهلا وصلت لهون. وايماني مستحيل عند الله ولا عند الابتسامة، واكيد مش عند سانت ريتا. أتمنى لك الشفاء والصحة وترجعي لنا بصحة كاملة. ميرسي. تعرفت على نبال اليوم، صبية حلوة كلها حب للحياة وأمل بالشفاء. حرام الحظ ما ينعطالها لتعيش من وحي أسبوع الألام والجمعة الحزينة. بتأمل كل الحظ والشفاء لنبال، والشفاء أيضا لجميع المرضى. عند الله مثل ما قال من بنورد بالريبورتاج، ونحن هون لحتى المستحيل اللي كانت مفكرته نبال المستحيل نخليه يصير حقيقه ويتحقق قدام عيونها، وتشوف هالحقيقه اللي كل عمرها بتحلم فيها. بهالوقت عم نشوف مباشره من المستشفى نبال عم تغير ادويتها. مثل ما ذكرت نبال صح عم تحكي معنا، ولكن هي بحاجه لادويه كل شوي، عم تريح حالها لحتى تقدر تكفي معنا هيدي الحلقه. نحن جبرناها تحكي كثير اليوم، ولكن الادويه كل شوي عم تاخذهم بانتظام، ما فيها تقفيهم لانه ما فيها تتنفس، ما فيها تكفي الحلقه. نبال بدي خبرك خبرية حلوة، أنت والماما عم تسمعني هون وكل أصحابك، بدي أقول أنه بعد صرنا بآخر جزء من حلقتنا، ولكن صرنا مجمعين لهلأ 250 ألف يورو. بعد يعني نقصنا تقريبا 50 ألف يورو، نحن مكفيين بالاتصالات لحتى نجمع هيدا المبلغ. ست وفاء 250 ألف يورو صرنا مجمعين لحتى نيبال تسافر على فرنسا وتعمل عملية. كنتي متوقعة هيدا الرقم نحققه؟ متأملة بالله. طبعا نحن ما خلصنا حلقتنا، وطبعا نحن عم نتلقى اتصالات، كنوا باقيين هون للصبح، وراح انتقل لغرفه الاتصالات. وبدي ارجع اسمع مره ثانيه ملكه جمال لبنان سالي جريج. سالي،
سالي طمنيها لنيبال انه صار معنا 250 الف يورو، بعد ناقصنا 50 الف يورو، كيف بتدعي المشاهدين انه يكثفوا الاتصالات ويتبرعوا بعد لنخلي هيدي الضحكه اللي على وجهها لنيبال وما تفرقها ابدا؟ الله يرضى ان شاء الله دائما. بدي ادعي الكل انه بهالعيد اول شيء نعد على الجميع ان شاء الله بالخير والصحه، وبدي ادعي الكل انه يتلفن ويتبرع لنيبال، ان شاء الله بنقدر نجمع لها المبلغ تتعيش والله يشفيها. شكرا سالي. بدي عزبك نمرق الميكرو لغياس كمان لأيضا نسأله. غياس نعم، عم تضحك، شو سر هالابتسامة وضحكنا معك؟ لا في اتصالات نشكر الله، يمكن يعني بدنا بعد ارقام بس في مشاركة كتير حلوة بالفعل، والحلو انه الصغار عم بيشاركوا، في صغار عم يشاركوا اكثر من الكبار، وانا هون بدي اقول وينكم يا كبار؟ وعم بقصد كبار بمعناها، لأنه في كتير تليفونات هيك أثرت كتير، 8 سنين عم يتلفنوا ويتبرعوا لنيبال يعني. بعد فينا كتير يعني، عم نقرب من الرقم بس بعد ما وصلنا للرقم، مشان هيك لازم بعد نتحرك بأسرع وقت ممكن يعني لحتى نقدر نوصل للرقم ونطمن بال نيبال وأهل نيبال وكل يلي متحمسوا هلأ على التيفي وأكيد حابين أنه نوصل للرقم، كلنا بعد فينا نتساعد بآخر دقائق. أكيد غياس المشاهدين سمعوك، بدي ناشد بهيدا الوقت الميدل إيست، بدي أتوجه لرئيس مجلس إدارتها محمد الحوت شخصيا لقله أنه نيبال بحاجة لتسافر على فرنسا بطيارة وبطريقة كتير خاصة، هيدا الشيء بعد ما قدرنا أمني ليه لنيبال لحد هالوقت، بتمنى أنكم تتصلوا فينا، أرقام الـ LBC موجودة ومعروفة، بنتمنى نتلقى اتصال من الميدل إيست لحتى ننسق نحن وياكم لنقدر ننقل نيبال من لبنان على فرنسا بطريقة ما تأذيها خلال الرحلة وتناسبها وتناسب وضعها الصحي. برجع بطلب شخصيا من رئيس مجلس إدارة الميدل إيست يكون عم يسمعنا أو يوصلوا ندائنا يتصلوا بالLBC من أجل مساعدة نيبال. بدنا ننتقل لعند جيسي بوحبيب المسؤولة عن ويب سايت الLBC. جيسي شو صار عنا بالتعليقات وبالهاشتاج؟ ريمي بعدهم التعليقات عم يجوا، العالم بالالاف عم بيغردوا على هاشتاج pray for نيبال، عم يتمنوا لنيبال الشفاء، ومش بس هيك عم بيقولوا لها انه انت عم تعطينا القوه. زينب بتقول دولار على دولار فينا نجمع المبلغ ونحقق حلم نيبال وام نيبال كمان. ريما صليبة بتقول نيبال انت رح تعمل العمليه ورح تشفي بقوه ايمانك ومقاومتك وشجاعتك كمان. هيفا وهبه، الفنانه هيفا وهبه كمان طلبت التبرع لنيبال على الموقع الالكتروني lbcgroup.tv/donate. جورج بيقول God bless you نيبال have faith. يارا عيسى بتقول الله معك يا نيبال خلي إيمانك بربك كبير. سوس بتقول she's a fighter she deserves a life without pain، هي بتستحق الحياة وهي مقاومة. بول بيقول لها سوبر هيرو نيبال. العالم على الموقع الإلكتروني بعدهم عم يتبرعوا، نعم. كانوا أول حلقة 100 بنفس الوقت على الموقع، صاروا هلأ 300 بنفس الوقت، يعني نحن متفائلين والعالم متفائل بنيبال. صحيح. أنا بدي أشكرك على مشاركتك معنا جيسي أبو حبيب، حضرتك مسؤولة ويب سايت الLBC، بدنا نشكرك على كل التعب اللي تعبتي طبعا من أجل نيبال. نيبال طبعا سمعتي تعليقات العالم وسمعتي شو عم بيقولولك. اللي انضموا لنا هلأ اللي ما كانوا عم يحضرونا قبل، هلأ فتحوا التلفزيون عم يسألوا مين هيدي الصبية اللي قاعدة وحتى الأكسجين بالمستشفى، كيف بتختصري لهم حالتك الصحية وبتخبري لهم عن حالك؟ بتتوجهي عبر الكاميرا من خلال الكاميرا لقلهم، تفضلي. بدي اقول لهم انه انا حامله مرض من اول ما خلقت، عم بفتت لي الرواية شوي شوي، الالتهاب ما بقى يحمل، يعني ما بقى يحملوا الرواية، ما عم بيشتغلوا، يعني فيكم تعتبروا انه انا هلا بلا رواية عايشه على الاكسجين، اذا بشيل الاكسجين يعني ما فيني اتنفس، وفي ادويه كثير عم بتساعدني تقدر ارتاح اكثر شوي، اتنفس شوي اكثر، روق. بس انا بلا هالادوية وبلا ما اوصل للعملية عندي حيط مسدود، ما رح اقدر اعيش، ما رح اقدر كفي اللي عم بحلم فيه، وبتمنى اني اوصل للعملية وتقدر وتنجح تا
اقدر ارجع وكفي حياتي واعمل اللي بحلم فيه واللي بيحلموه اهلي كرمالي. نحن ناطرينك لانه بدنا نشوفك من بعد العمليه. بجانبك نبال بهالوقت في امي صياح الممثله. امي صياح بحييك يا امي. مساء الخير رمي ومساء الخير لكل الخيرين اللي عم يحضرون. امي انت شاركتي معنا السنه الماضيه بنفس هالليله ليله الام المسيح مع الطفل سرجو لمساعده سرجو. شو خبرتك الليله نبال من بعد سنه ايضا عم تشاركي معنا بنفس الليله؟ شو خبرتك نبال؟ شيء من نبال لامي. يعني فعلا نبال يمكن بلا ما تحكي بتخبرني وبتخبر كتار بقوتها وبإصرارها وبإيمانها إنه هي رح تشفى الله راد ورح تكون كتير قوية ورح تحقق كل الأحلام اللي هي بتفكر فيهم ومن هي وصغيرة بتحلم فيهم. فعن جد فعلا يعني بحس حالي أوقات إنه كتير ضعيفة لأنه بس شوف حدا بحالة نبال هي عم تقويني وهي عم تعطيني هالدرس وعم تعطيه لكتار منا أنه أوقات منعلق على تفاصيل فعلا سخيفة بالحياة ومنشوف نبال هالقد قوية وهالقد مصرة. فعن جد يعني اليوم اللي حسيته واللي سمعته واللي شفته هو درس ولا ممكن أنساه بحياتي. امي عم شوف بين ايديك في شيء كتاب ما بعرف انت بتقولي لنا شو هيدا؟ شو رايك رمي نبال قلنا لانه فعلا هالكتاب او هي بتعطينا هيك تفاصيل اكثر عنه سلمني فريق الاعداد امانه حتى اعطي خلينا نسمع من نبال. نبال تشرحي لنا بس شو هيدا؟ فيك تفتحي طبعا. إذا بس فينا نشوف على الكاميرا هيدا صور إذا هون ببينوا يخلي صحيح هيدا ألبوم صور الإعلاميين اللي زاروك بالمستشفى كل الإعلامية اللي إجوا زارونا بالمستشفى وعطونا الدعم حبوا يكتبوا لك كلمة تيشجعونا فيها. أنا بشكرهم وحب رجع لكم هيدا الألبوم تا الأشخاص اللي ما قدروا يكتبوا لي فيه يرجعوا يكتبوا لي لأنه أنا رح أخذه معي على فرنسا رح أتذكر كل كلمة من كل شخص من كل إعلامي كتب لي إياها ورح تكون قوة لإلي يمكن هونيك وتشجعنا إنه ضل واقفة على إجري. نحن رح نضل نعطيكي هيدي القوة كرمال هيك بدنا إياكي ترجعي لنا الألبوم كرمال كل الزملاء اللي بغرفة الاتصالات حتى أنا ما قدرت أكتب لك على الألبوم بدي منك إذا فينا نرجع ناخده ونحن رح نتمنى لك طول سفرتك وعلاجك فترة علاجك بفرنسا إنه نحن قلبنا معك ورح نكون معك كل الوقت ورح نصلي لك ونضل نصلي لك. اسمحوا لي مشاهدينا أشكر لائحة شكر كبيرة وبطول أشكر عدد من الأشخاص اللي ساعدونا دعمونا خلال إعداد هيدا حلقة قبل وبعد وحتى هلا بعدهم عم بيساعدونا. خليني بالبدايه اشكر مستشفى اوتيل ديو اللي استقبلتنا واللي مستقبله نبال كل هالفتره بوجه لهم شكر. طاقم طبي اداره وعاملين. ايضا بدي وجه شكر للسفاره الفرنسيه لدعمها ايضا لقضيه نبال ولا تعاونها معنا من اجل انه نبال تسافر وتحقق وتعمل العمليه اللي هي زرع رئتين كما اصبح معلوم. ايضا بدي اشكر الصليب الاحمر كمان على تعاونه مع فريق عمل برنامج من القلب. أمي كيف بتصلي لها بآخر الحلقة على طريقتك لنبال؟ أكيد بدي صلي لنبال وأدعي كل العالم اللي عم تسمعنا أنه تكون عم تصلي لها لأنه المبلغ اللي إن شاء الله رح يتجمع يعني على الآخر بالدقائق اللي جاية هو أول خطوة تجاه شفاء نبال باتجاه طريق شفاء. فبتمنى خاصة بهاليوم المبارك اللي يمكن بيختصر كل التضحية اللي موجودة بالعالم مع تضحية السيد المسيح وأكيد القيامة بعد ثلاث أيام. فبدي أتمنى لنبال هالطريق اللي هي عاشته والطريق الصعب والصليب يمكن اللي حملته بحياتها أنه رح يكون بالآخر عم يتكلل بقيامة وبحياة جديدة كلها أمل وكلها فرح
لأنه فعلاً يعني عم شوف هالمرة صبية يعني أعمارنا قريبة من بعضها، فهالشي بأثر فيها أكتر لأنه منتشارك أحلام كتيرة وأفكار كتيرة. ومثل ما أنا بحس إنه يعني حبيت وحققت حلمي وكان عندي كتير أشياء بالحياة أعملها، كمان نبال بحق لها، وإن شاء الله كل العالم اللي عم تحضرنا تساعد نبال إنه تكون عم تحقق كل إن شاء الله. وكلماتك أكيد جرعة أمل جديدة لنبال. بدي اسمحوا لي مشاهدينا هون أشكر طلاب الجامعة اللبنانية كلية العلوم الفرع الأول اللي منهم مبادرة منهم جمعوا مبلغ 850 ألف ليرة، اتصلوا فينا على LBC على غير مكتب مش غرفة الاتصالات وطلبوا إنه يسمعوا هذا الشيء على الهواء. نحن بنشكرهم وبنشكر كل الطلاب بكل الجامعات وكل اللي عم يتصلوا ليسندوها ويدعموها لنبال حتى تسافر على فرنسا وتعمل العملية الضرورية جدا لحتى ترجع تستعيد حياتها ونفسها. مرال، نهاية الحلقة شارفت على نهايتها، إليك شو بتقولي كلمة منك لنبال عبر كاميرتك؟ تفضلي. أنا بدي أقول لنبال أنه يمكن دموعك هن رسالة بحد ذاتها لنبال، ونحن بنحترم دموعك وإن شاء الله بترجعي بتشوفيها وبتكفوا صداقتكم. ريمي، كلمة من قلب ريمي لقلب نبال وروايا نبال. يمكن صحيح أنه أنا ما عندي أخت، بس بهالدنيا ربنا حطيك بدربي وأنت مثل أختي، بخاف عليك مثل أختي. حتكوني بفرنسا وحدك، معودة أني بقى تجي وكون حدك سليكي لما تكوني وحدك. عتلهني همك بس النطرة بتحرز أنك ترجعي ونكفي هالحياة سوا. ست وفاء، بعرف أنه عيونك عم يحكوا بس بدي منك كلمة من والدة نبال لنبال، انت شو بتقولي لها غير اللي كنت تقولي لها اياهم بالليالي؟ اصلا هي بتعرف انه انا بحبها كثير وبصلي لها من كل قلبي لتشفى، تعمل العمليه وترجع بالسلامه وافرح فيها وشوفها عروس. إن شاء الله بتقدري تحققي هالحلم وتشوفيها مثل ما هي بتحلم تلبس الأبيض، أيضا تشوفيها عروس وتوقفي حدها. من بعد ما حكينا مستشفى أوتيل ديو وسمحوا لنا أنه نخلي نبال تظهر، نبال كان عندها أمنية صغيرة أنه تزور ضريح القديس شربل. خلينا نشوف بهالروبورتاج كيف كانت هالزيارة. كل ما شرقت الشمس وأنا وعيت ولقيت أمي حدي، بعيش أمل جديد. هيك نبال بتوصف يومياتها وكأنه هدية من ربنا لإلها. صحيح النهار حامل معه وجع وألم هي وحدة بتعرف قساوتهم، ولكن تستقبله بضحكتها اللي مش ممكن تفارقها لحظة. لما سألناها شو أمنيتها طلبت تزور ضريح القديس شربل شفيعة، هالمكان اللي كل ما زارته قبل دخولها الأخير على المستشفى كانت تترك فيه أسرار وجعها اللي مش ممكن تخبرهم لحدا. وبليلة ألم المسيح نبال تمنت ونحن رفقناها. عجبينك الإكلير جرح المبينك كل ما بعيني تنير وجعني إكليلك. إذا قلت لكم أنا كنت عم بحلم بهاللحظة يمكن قليل. مار شربل بيعرف كل شيء، شو في جواتي وجع ألم فرح أمل، لأنه ولا مرة تركني، كان مرافقني بكل مراحل حياتي. أنا وجاي على الطريق كنت عم فكر بيني وبين حالي إنه هالمرة لازم خبره، يمكن على صوت عالي إنه يمكن هي آخر مرة أجي أزوره فيها مثل ما أنا هلأ اليوم، لأنه تاني مرة رح كون غير إنسان، إنسان جديدة عم بتنفس طبيعي بلا كل هالمكانات.
بدي اجي صلي واشهد على العجيب اللي عمله معي. واذا ما جيت ما رجعت وما قعدنا تلاقينا هون رح كون حد فوق عم نصلي سوا. يا مر شربل انا سلمتك حياتي وانت الصفر. يا اول الكلمه يا سيد الزمان عذابك ينمي خلاص الانسان. امال نبال كلهم سلمتهم لشفيع مر شربل، ويمكن على صوت عالي ما حكيت كل اللي بقلبها، صلت بكيت وفرحت بحضور كل اللي بحبوها. بعيون نبال الليلة منشوف نعمة الإيمان من بعد ما اختبرت عذاب الجسد والوجع الدائم. الوجع الرهيب يا ولدي وحيدي. الليلة بنت 23 سنة، هي هدية من ربنا لتدخل عبيوتنا مع ضحكتها الحلوة لنشوف من خلالها كل النعم الموجودة عنا. يا مر شربل، بليلة ألام يسوع المسيح نتضرع لك، انت اللي اختبرت عذاب القلب والجسد، نلتجي لإلك ومنطلب بشفاعتك شفاء نبال، نطلب منك مرافقتك الدايمة لإلها حتى تتخطى كل لحظات وجع. نبال نحن ناطرين نسمعك، كل المشاهدين اللي كانوا عم يتابعونا من بداية الحلقة وحتى كل اللي انضموا لنا، بدقيقة بدك تتوجهي لكل الناس عبر كاميرتك، قولي لهم عن وجعك عن عذابك، اطلبي منهم، نحن ناطرين نسمع نبال، الشيء اللي بتقوليه لأمك، الشيء اللي بتطلبيه بالليل، نحن بدنا نسمعه منك بكلماتك الخاصة عبر كاميرتك. أول شيء أنا بعرف إنه بهاللحظة في ناس كتير عم بتصلي لي وعم تذكرني بحيالة طريقة، أنا بدي أشكرهم وبدي أقول لهم إنه أنا أقوى من قبل. أنا رح أتحدى ورح أتحمل الوجع والوحدة بغرف العمليات، ويمكن صلواتكم هي اللي رح تكون القوة اللي مرافقتني حتى اتخطى هيدي المرحلة. ما بدي، أنا بدي أعيش، ما بدي فل من هالحياة لأنه ما قدرت أعمل العملية. رح أتحدى كل شيء وأوقف إجري ورميه، لازم أقول كلمة قبل ما للأشخاص اللي بحبهم، أهلي، إنه أنا بحبكم كتير وميرسي لدعمكم ووقفتكم حدي ب 23 سنة. وبي يمكن ليالي ما يجي على البيت كرمال يقدر يأمن لي الدواء. ميشو حبيبي ورفيق الدرب عم بحلم باللحظة اللي البس فيها الأبيض تنمشي ونكفي سوا ونتجوز. وأمي، أمي هي خيالي اللي مرافقني، هي نفسي اللي إذا انقطع بتنفس أنا كرماله. شو عملت ما أنا قادرة، ما أنا قادرة فيها. رمي بدي أطلب منك طلب، إنه أنا بحال ما رجعت حب أمي وخليك حدا واعتبريها مثل أمك. بدي أطلب من الكل ما حدا يتركها لأنه هي البطلة مش أنا. لولا هي أنا ما كنت وصلت لهالعمر. بس أنا رح أرجع ورح أكون أقوى من هالمرض
وراح اوافق اجري وراح كون انسانه جديده عم بتنفس طبيعي بلا كل هالمكانات. بدنا منكم كلكم تصلوا لي. كفو، نحن عم نسمعك نيبال، صوتك عم يوصل لكل العالم ووجعك عم يوصل لملايين من الناس اللي عم تحضرنا. هيدي اخر فرصة لك لحتى تقولي شو في بقلبك، لحتى توصلي وجعك، وانا بوعدك انه وفاء امي بس رح ترجعي انت لعند وفاء، لانه وفاء امك ونطرتك 23 سنة ربتك وكبرتك لحتى ترجع تشوفك بالأبيض مثل ما أنت بتقولي. 23 سنة هي كانت قاعدة حدك لحتى تكبري ولحتى ما تحسي بالوجع. مليون مرة بالليلة الوحدة كانت تقول يا ريتني محلك يا نيبال، وأنا بعرف هيدا الشيء. نحن ناطرينك لترجعي لأنك قوية، تحديتي كل العالم وبقيتي لهلأ أنت قوية بشهادة كل اللي زاروك، بشهادة كل اللي اتصلوا. قوتك وإيمانك هو اللي رح يخليك ترجعي لعند أمك، عحضن أمك، لحتى ترجعي تسهري أنت وياها بالليل، بس مش كرمال تخبريها عن وجعك، كرمال تخبريها عن أحلامك، كرمال تخبريها شو بدك تعملي. رح تكونوا عم تتنفسوا أمال وأحلام، أحلام اللي بحقلك تتنفسيها، بحقلك تحلمي فيها مثلك مثل أي ولد، مثل أي حدا، مثل أي بنت من عمرك بعمر الورد. 23 سنة بدهم يصيروا 50 و60 و100 سنة، بدك تتحدي هيدا المرض ونحن ناطرينك، نحن إيدنا بإيدك لحتى نوصلك على المستشفى. ما رح نتركك لو شو ما صار، ما حدا رح يتركك من المشاهدين. منك قادرة تتنفسي هلا نيبال، عم بسمع هيدا الشيء، منك قادرة تتنفسي، بدي أطلب منك ما بقى تبكي بس لحتى تقدري تتنفسي. بعرف انه عم بطلب منك شيء كثير صعب لحد ما يوصلوا يجيبوا لك الادويه. بطلب من الطاقم الطبي اذا عم يسمعني اكيد في يفوت ويحط لها الدواء واكسجين، ماسك الاكسجين اللي هي بحاجه له بهاللحظات. مشاهدينا يعني نيبال، هيدي نيبال قدام الكاميرا وتحت الكاميرا، ماسك الاكسجين ما بفرقها. أنا بدي أرجع أطلب منك ما تبكي، أنت رح تسافري ورح ترجعي لعند أمك لأنك قوية، رح ترجعي لعند خطيبك اللي ما قدر يكون معك هلأ بس رح يرجع لتكفوا سوا هيدا الدرب اللي أنتوا بتحلموا فيه، أنت حلمتي فيه وهو بيحلم فيه. بدنا نشوفك ماما، بدنا نشوف نيبال الماما، وبدك تخبري أولادك أنه أنت كنت مريضة وانه انت قوتك وايمانك هن اللي وصلوك لهون. لاخر نفس نحن مكفيين معك، مكفيين بقضيتك نيبال لحتى ترجعي تستعيدي نفسك طبيعي. لاخر نفس مكملين ناخذ اتصالاتكم لحتى نيبال تستعيد نفسها. نيبال قادره تحكي؟ ما بدي اضغط عليك اكثر من هيك، دموعك هن لحالهم بيحكوا، دموعك وصلوا لملايين الناس اللي كانوا عم بيشوفونا. مشاهدينا صار لازم انه نختم الحلقه، ولكن الاتصالات مثل ما ذكرت مكفيه للصبح لبكره، مكفيين لحتى نخلص نيبال ولحتى تنتهي محنه نيبال وعذاب 23 سنه. نحن معك والله معك نيبال، ونحن حدك وما رح نتركك. شكرا مشاهدينا، وخليكن معنا، خليكن عم تتصلوا، خليكن نحن حنرد على الاتصالات، فيكن تتصلوا من هلا لطلوع الضوء، نحن جاهزين لنرد لحتى نأمن المبلغ المطلوب لنيبال، 300,000 يورو لازم تسافر نيبال، الوضع ما بقى يحمل. نفسها بحاجة إنه تتبرعوا. هي بحاجة إنه تتنفس هوا. شكرا لكم والله معكم.
مكسور.